وقول برغام، انا قلت ان انا هداف الموسم الرهيب. يا ابني حارس المرمى حقك مو شغال ابدا. حارس المرمى ارسلته يجيب لي مقاطع من البقاله الا لما نخلص لعب. يلا يا درغم، ده دوري، محدش ياخد دوري. فلافيلو انت كده خرجت من البطوله، دورك راح عليك كده خلاص. ليه بقى؟ ليه يعني؟ اف الحركه اللي عملتها ما كانتش فاول اصلا، وحتى الحكم ما ادانيش كارت احمر. يعني فلافيلو انت لما دخل فيك جول ضربت اللاعب اللي قدامك وكسرته، فالحكم عاقبك. ولا هتنزلوني العب امتى؟ درغام، جتك رسالة من واحد اسمه أستاذ شاكر، مو شاكر هذا ابن عمك؟ ابن عمي؟ ايش يبغى مني؟ بيقول انه زعلان منك عشان ما بتزوره صار لك فترة، وعزمنا كلنا للمزرعة حقته، ومحتاج مساعدة في موضوع بس ما قالوا. شاكر هذا انا ما شفته صار لي فترة كبيرة، كبيرة مرة كمان. الحق يا صاحبي، في سحب سودة فوقيك كتيرة، ايه؟ خليها تمطر يلا علينا. هذه افكاري وذكرياتي مو سحب يا فلافيلو. المهم رتبي انت يا العنود عشان نروح له اي يوم. يعني تبغاني ارد على الدعوة؟ بيقول لنا انه محتاج مساعدة، يعني انت موافق تسيب الالعاب شوية؟ هذا شيء يفرحني جدا فعلا. شوف كيف صاروا غرقانين في الالعاب بسببك. لا جد، هذه صارت عيشة لا تطاق. استني يا ماما، الدور هذا مهم كده، انا خسرت كده مضطرة اعيد الدور كله من الاول. يا ليث يا ابني الجهاز خرب، حضروا اشياءكم عشان حنسافر في اسرع وقت. يلا يلا بسرعة. يلا بينا. مش هتاخدوني معاكم. انتبه يا عم فلافيلو، احنا كده هننقلب. انا اسف، معلش يا ليث، تحمست عشان هنروح الملاهي الجميلة دي. احنا مو رايحين ملاهي، رايحين المزرعة، ركز شوية. تمام يا عنود، رايحين الجنينة، ما حصلش حاجة اني نسيت. خلاص يا فلافيلو خلاص. يا العنود، انا مو متحمس لموضوع اننا نروح مزرعة شاكر في التوقيت هذا. افا ليش كده طيب؟ ماني عارف، شاكر الفنجان مختلف بسبب طبيعته هذه، تلاقيه دايما خلينا نقول كده يعني قاسي شوية. اوه الفنجان دول اطيب ناس يا درغام، كفاية ان هم بيحطوا كريمة على الكابتشينو. يا فلافيلو دايما فاهم غلط، مو الفنجان ده. المهم يا درغام، لعلمك ترى القسوة احيانا تنفع. خايف قوي يا درغام. شاكر انا درغام، اهدى شويه. اسف يا جماعه لاني اوقات ما اقدر اسيطر على نفسي. حياكم يا مية هلا. درغام صرت رجال كبير مره، تعال سلم على ابن عمك. ايش بتسوي بس؟ استنى يا شاكر، انت ما تغيرت ابدا. فين الجنينه بقى؟ عايز العب واتنطط طول اليوم يا درغام. حديقه ايش ولعب ايش؟ ما في لعب دحين يا عسكري، حنا اول نشتغل، ممكن في الليل نلعب لعبه الشباشب. قلت مفيش جنينه؟ انا هتصرف وهلاقي جنينه لوحدي ومش عايز حاجه من حد. لو حد يدور عليا انا ورا ببني الخيمه بتاعتي اللي هسكن فيها. فلافيلو قام يبني خيمته في الفجريه. هنشوف مكان نحط فيه شنطنا انا والاولاد يا درغام. ماني مصدق يا درغام ان صار عندك عيله جميله بالشكل هذا. طبعا مو زي جمال مزرعتي بس مو مهم ابدا. يا اخي انت ما حتتغير، ماني فاهم كيف بتقارن بين العيله والمزرعه. انا ترى عاجبني كده يا ابن عمي، بس لازم تساعدني زي زمان، لان انت عارف طبعا ان ما حد يزرع بطيخ احسن مني في المنطقه هذه. كنت مستني الجمله هذه. لكن للاسف الغربان الطماع صار لها فتره بتهاجم البطيخ اللي هو عيلتي واغلى من روحي. عيلتي بتخرب مني يا درغام، ساعدني ارجوك، ماني عارف اهزمهم. شاكر اللي عمره ما خاف بينهزم من الغربان، هذا حيخبيني فعلا، صرت عصبي مرة. تمام تمام، اهدأ أرجوك يا شاكر، أنا راح أساعدك خلاص. جد يا درغام، أنت فرحتني مرة، يلا تعال وراي. يا ابني اهدأ، استنى جاي وراك. هو يا درغام قدامك أفشل فزاعد غربان، على طول نايم كده، والمفروض دوره إنه يخوف الغربان. يا عسكري انتبه، ليلك طويل يا استاذ. شو هذا الصوت؟ انت شايف يا درغام؟ ما في اي فايدة هنا. شاكر انت بتتعامل مع فزاعة الغربان بقسوة، خليك لطيف شوية معاه وكل شيء ينحل. ايش العصبية والهوهوة هذه كل شوية؟ تعالى يا فزاعة الغربان. شوف دحين ما في داعي تخوف الغربان ابدا، روح حذرهم بكل هدوء وتعال على طول. ها
الهرجة حقتك هادي ما راح تمشي مع الغربان. إيش حيصير لو صرت لطيف معاهم؟ أنا غلطان إني طلبت المساعدة. العيب مو عليك، العيب علي أنا. أنت إيش قصدك؟ أنا هادي طريقتي في حل المشاكل، مو لازم أروح أتضارب وعلي صوتي وأغلط يعني. للأسف لساك خوام. لا هادي حكمة وعقل. أنا رزين وحكيم أكثر منك. وأنا أشجع منك، أنا ملك الغابة ترى. يوه يوه، الجوال لسه مو لاقط شبكة. إيش حنسوي هنا من دون إنترنت؟ أنا عندي أفلام وثائقية أبغى أشوفها. هو في أفلام أكثر من الفيلم اللي إحنا واقعين فيه؟ طالع على الشيء اللي هناك هذا؟ ها؟ أنت مين تكون؟ وليش بس بتبكي كذا؟ أنا خيل ماتة وفيني غراء وفيش فيش وردي. يقول إنه فزاعة غربان والمفروض يخوف الغربان ويطردهم، بس هو ما بيخوف أي أحد أبداً. ها؟ أنت كيف فهمت اللي قاله هذا؟ أتعلمت لغة الأدب البستاني الصيف اللي فات من شوية أفلام كذا. ساعدوني مثل محتو، أنا أبطان توتو. بيقول لو سمحتوا قاعدوني عشان تعبان. قاعدوني؟ ولا ساعدوني لو سمحتوا؟ شيء زي كذا، مو قصة لمن أغلط في الترجمة. نتمنى نساعدك. يلا تعال، عندي خطة رهيبة. فزاعة الغربان هذا محتاج تدريب بسيط يا رزان. يهو بعض المساعدة يا شباب، قدمي علقت. أشوفك تعرف تمزح زينا، ليش مدوخنا بلغة البستان اللي مو مفهومة؟ مذكراتي العزيزة، أخيراً لأول مرة حاسس إني حر. اتأقلمت على البيئة بسرعة، بس للأسف مش لاقي فنجان الكابتشينو بالكريمة اللي بيتكلموا عليه في أي مكان. خسيت 10 مليار كيلو من الجوع، عايز أرجع بيتنا بقى. سنسيرلي فلافيلو، المحروم من الأكل والشرب ومش قادر. لا تنسى اللي قلناه، ثق في نفسك أكيد راح تنجح. الصوت ده جاي منين؟ درغام، أنت هنا؟ رد عليا، أنت الشبح اللي بيلبس الملاية البيضة وبيطلع يجري عشان يقرمني من رجلي؟ إيه الجو المرعب ده؟ قول لي أنت مين؟ يا مامي. أيوة كده نجحت. حقيقي؟ زعلان إننا سوينا كده في عم فلافيلو، لازم نوضح له الموضوع بصراحة. لكن دحين أنت جاهز تخوف الغربان، يلا نشوف فلافيلو اللي محروم هنا من الأكل والشرب. في كتير ورق عم بيطير. في تلفزيون صغار كمان. شي حلو كتير، وربحنا تلفزيون كمان. من وين طلع لنا هالتلفزيون؟ اهلا وسهلا. برافو نجحت، يلا ارجع لطبيعتك تاني دحين. انا بكل صراحة سعيد بهذه النتيجة. القوة احساس يعجبني جدا يا ليث، أعجبتني جداً قدرتي على التخويف، ومن اليوم فصاعداً على الكل أن يخافني. إيش اللي بيصير قدامنا ده؟ لا تخوف تاني خلاص من فضلك، مو لازم تصير شرير كده. سيطر على الشر اللي جواك لو سمحت. قلت أن الدنيا كلها ستكون تحت سيطرتي من اليوم. اليوم سيبدأ عصر خيال المآتة بالتأكيد. أنت ممكن تستخدم قوتك في الخير، اسمع كلامنا ممكن نساعدك. لا أريد مساعدتكما، اهربا لمصلحتكما، هيا من هنا. قوتي انتهت أم ماذا بالضبط؟ هيا تحرك. أنا ترى عندي سيارة، وأنا عندي جرار كبير، وأنا بحل السودوكو بسرعة مرة، وأنا باكل خضار طازة. بابا ساعدونا أرجوكم، فزاعة الغربان خرج عن سيطرتنا بالمرة ولازم نتصرف ونوقف بسرعة. عندي 2 بزورة قدامك، وأنا عندي بقر كتير مرة. ايش اللي صار؟ انتم مركزين مع حالكم ومو حاسين بي اللي عم يصير. لو ما وقفتوا فزاعة الغربان حتصير كارثة. اسمعوا،
لازم تتعاونوا وتهزموه قبل ما تخسروا كل شيء عم تتخانقوا عليه من الصبح. بلا تفاهة وركزوا انكم تكونوا ايد واحدة ضد فزاعة الغربان. اجمع اجمع هجوم يا ماما. اوه شاكر، ايش هنسوي؟ اتذكر ايام زمان يا ابن عمي. متذكر مرة رميت سطل الموية على راسي وحنا صغار، بيفيدنا بشي في الموقف هذا؟ انسى السطل مو هذا قصدي ابدا. الهروب ما حيحل الموضوع يا درغام، خلاص نجحنا يا ابن عمي. ها عندك حق. انا بس كنت بدي اصير صاحبكم والعب معكم. احنا لازم نوقف ونواجه بشجاعة. ايوه طبعا احنا لازم نبان شجعان. يا ايوه تمام، برافو عليكم يا اولاد. انا لازم اوريك دحين، يلا انقز يا درغام. انتظروا انتظروا انتظروا، ماذا تفعلون؟ انا اسف. يلا يا درغام انا واثق فيك، يلا حنقدر سوا، حنا اولاد عم. انا راح اوريك، انا راح اوريك شاكر. انا قصدي يعني انا عدل كده بس، انت لازم تتعلم الوسطية في كل شيء يا ابني، هذا مهم في حياتك. انا مسامحك، ارجع لشغلك يلا. انا اسف جدا على ما حدث. انا كمان بعتذر نيابة عن الغربان، انن مناح عن جد من غير مجاملة، بس للأسف ما عندهم شغل مشان هيك بيهجموا على المزرعة. سامحهم من فضلك يا شاكر يلا. ما عندهم شغل؟ أنا محتاج مساعدة كثير في المزرعة هنا، ممكن أشغيلهم عندي. اتغيرت 100%، صح لساني. البطيخ يجنن يا بابا، طعمه مرة حلو. مرة حلو، محتاجين ناخد معانا. أنا كنت متمني أشتغل هون، هالشغل قريب ومنعش كمان. هالشي كتير حلو. مو منتبه إن في شي ناقصنا ولا إيش؟ فلافيدو مو موجود صار له فترة كبيرة. مذكراتي العزيزة، ما عنديش خبر عن العالم الخارجي من فترة طويلة، وكمان عائلتي وحشتني جديا. مش هرجع غير لما الاقي فنجان كابتشينو الكراميل بالبسطرمة. ايوان لازم ادوقه قبل ما ارجع. سنسيرلي فلافيلو المحروم من الاكل والشرب والنوم. ايوان ليس لدي اخوال اخرى. اوف، ما هذا الفضاء الذي يملأ المكان؟ فعلا لقد مللت. ما هذا؟ ماذا؟ ضوء التنقل الزمني. يعني هل أضغط على الزر أم ماذا؟ في مكان تجديد قريب، يلا نروح أرجوكم، أبغى أنبسط شوية. في جنينة كمان قريبة فتحت جديد، يلا نروحها. عمركم شفتوا حد يأكل في التجديف؟ في الجنينة هناكل. أول نروح المدينة القديمة يا ليت، بعد كده نروح التجديف ده، إحنا ما عندنا وقت يا درغام. بابا متأكد إننا ماشيين في الطريق الصح؟ لا يا رزان ماني متأكد. والآن دور لليمين بعد 100 متر من الدوار الذي أمامك، بعدها صرخ وقل يا ماما أنا ضائع. أنا ضائع. ليس الآن يا سيدي، قلت بعد 100 متر. يا درغام قلت لك 100 مرة كان لازم ندخل يسار وما سمعت كلامي، سمعت كلام الجهاز هذا وما حد عارف فين رايحين. سيدتي آذيتي مشاعري. لو ما كنت أخذت الجهاز وحملت الأغاني ما كان خرب، كلمات الأغاني خربت البرنامج كله. الرجاء منكم جميعا الرقص معنا. يعني دي حاجة وحشة، أدينا ماشيين ومقضيينها رقصة اهو. أوه كده تمام. وبعدين إيش ده يا بابا؟ شوف كده مؤشر البنزين قليل، البنزين قرب يخلص، إيش حنسوي؟ وصلتم وجهتكم، اجمعوا الأطفال من مكان الرقص سريعا. أوه يلا يا درغام يا عنود، قوموا يا ولاد احنا جايين نقعد ولا نتفسح. ما وصلنا أي مكان يا فلافيلو، طالع حواليك، احنا في نص الطريق. احنا فين يا ترى؟ هنلاقي بنزينة قريبة ولا حنوقف كده؟ يلا ننزل من السيارة وندور بنزينة هنا. عندك حق يا درغام، كمان زهقت من القعدة دي قوي، هخرج ارقص شوية برا العربية. شغل جهاز الجي بي اس يا درغام وهو يغني واحنا نرقص. لا خده، انا مو محتاجه دحين، خليه يمكن نحتاجه بعدين. سأستقل بعد 100 متر سيدي. اوه ايوان هوبيلا هوب. يا ترى ايه المبنى الغريب ده؟ اما ادخل ابص جواه واشوف فيه ايه.
يا درغام قلت لك سيبك من الجي بي اس هذا وركز معايا. اعترف يا بابا اننا تهنا بسبب الشيء هذا فعلا. بابا فلافيلو مو موجود. يعني ايش؟ خلي الجي بي اس يلاقي فلافيلو ويورينا شطارته. لا من جد يا ترى فين راح وسابنا؟ شوف يا بابا خلينا نتقسم، انت وليث روحوا دوروا على عم فلافيلو وانا وماما حنروح ندور بنزينه قريبه. فكره كويسه يا رزان، يلا نتقسم وناخذ جهاز الجي بي اس هذا معانا يمكن يسوي شيء، بس حاولوا ما تتاخروا تكفوا. انتبهوا على نفسكم يا درغام، وياك تعتمد على الجهاز الجي بي اس هذا. يكفي سيدي انت تظلمني طوال الوقت. وفي انا جيت فين؟ انا مش فاهم، هو ده محل رخام وسيراميك؟ في رخام هنا في كل حته، ياللي هنا في حد هنا يا بتاع الرخام. رخام دي كلمه مضحكه جدا، لو قلتها ورا بعض هتضحكني ومش بعيد تجيب لي صوت ده. رخام 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 رخام. الصوت ده رخام رخام. يا قائد ماذا تفعل على الارض؟ هل اساعدك على الوقوف؟ شكرا شكورا. ممكن تقول لي ايه المكان الغريب ده؟ انت بتاع الرخام ولا انت مين؟ نحن هنا في القصر المهيب يا جلاله الملك بروتوس، تعال اوصلك الى غرفتك الى ان تبدا المسابقه الكبرى. بروتوس مين حضرتك؟ نعم يا جلالتك هذا اسمك. لا ادري ان ضرب راسه عندما سقط ام ماذا. يا ويلنا من قيصر لو علم ما حدث. تفضل من هنا جلالتك، سآمر الخدم بأن يحضروا بعض الفاكهة الطازجة من الحديقة. إيه؟ قلت فاكهة؟ قول للخدم يجيبوا لي بطيخ وياريت صندوق فيه تفاح. يلا بينا. تفضل جلالتك، أين سأجد له بطيخ في هذا الوقت؟ آه يا فلافيلو آه، تعتقد فين حيكون راح يا ابني؟ خليني أفكر، فلافيلو كان واقف بيرقص، لو واحد بحجم فلافيلو اتحرك حيسيب أثار في الأرض عميقة. يلا نمشي وراء أكبر أثار على الأرض. هذه فكرة روعة يا ليث، طالع هنا في أثار كبيرة، كان ماشي في الاتجاه هذا. إيش الجمال هذا؟ كيف ما انتبهنا على المباني هذه يا بابا؟ إياك تقرب يا ليث، هذا شكله غريب مرة. بس أثار رجوله خلصت، لازم ندخل جوا، ممكن يكون فلافيلو في مشكلة أو محبوس. تمام يا ليث، يقول ثلاثة والنط. بابا احنا ليش حننط؟ نمشي عادي كده. تمام بس الموضوع بيكون ممل لو مشينا عادي، تعال ننط لجوا دحين يلا. طيب عشانك انت يا بابا يلا. ايش المكان الغريب هذا يا ليث؟ محل رخام ولا ايش؟ ما اعرف يا بابا، شبه قصور العصر الروماني القديمة جدا. انتم ماذا تفعلون؟ اوه دخلنا حفلة تنكرية ولا ايش؟ اوقفوا المزاحة واذهبوا مع بقية المتسابقين، هيا. دقيقة واحدة، انت وين مودينا؟ الى الحجز بالتأكيد. تقريبا مسويين هنا العاب تمثيل. رايحين الحجز تقريبا، يلا يا سدان. رايحين الحجز، رايحين الحجز. انتظروا هنا ولا تفتعلوا أي مشاكل حتى تبدأ المسابقة. هو الأجواء في منتهى الوناسة. من فين جبت الأزياء هذه؟ ما راح تدونا زيها؟ إيش؟ خلاص كده جينا الحجز؟ هذا شيء مرة ممل، ما في أي دحديرة ولا أي شيء يونسنا؟ يلا نطلع من هنا. ما في ولا طريقة لنطلع من هون. بدك تربح هيدي المسابقة كرمال تطلع من هون. الحين المسابقة رح تبدي بعد شوي، والاثنين اللي يفوزون رح يفوزون بحريتهم. أوه في مسابقة، يا سلام. لازم نفوز في المسابقة يا بابا. ها معناته خلونا نبلش بالأول. يلا نضحك كلنا يلا يلا. مو شايف أي شيء يضحك أصلاً في الموقف. هيا تحركوا من أماكنكم، اسعدوا الشعب وقدموا عروضاً جميلة لتظل أحياء. إحنا اللي حنفوز يا بابا. إيش هدية المركز الأول؟ لعبة ولا تيشيرت؟ يا ليت تيشيرتات ستايل. هيا توقفوا عن الكلام كي تبدأ المسابقة، هيا تحركوا. وصلنا، فين بابايا طيب؟ ابني العزيز بروتوس، أين أنت؟ كدت ألا تلحق بالمسابقة. الراجل ده مش شبه بابايا خالص يا جماعة. جلالتك، بروتوس تقريبا سقط على الأرض وارتطم رأسه بعنف شديد، لذا يبدو كلامه غريبا. سقط؟ لا يهم، أنا سأتصرف. بروتوس، تعال، أريد منك الوقوف هنا والتركيز. هيا نحيي الشعب، الجماهير كلها تنتظرنا، هيا تعال. أوه في ناس كتير فعلا يا بابا، بص كده كلهم شبه بعض ازاي؟ عاملين مؤثرات على الكمبيوتر عشان يبقوا كتير. ماذا يعني كمبيوتر؟ ما الذي لا يعجبك في الشعب؟ حيوا جلالة الملك قيصر. اقعدوا بقى شوية أنا فلافيلو. قفوا لجلالة الملك قيصر. ودلوقتي رقصوا عشاني. اصبر قليلا ودعه يعلن المسابقة بشكل رسمي. تمام. قفوا وحيوا بأدب جلالة الملك. هيا حيوا الملك، وإلا قام القيصر برميكم لسمك القرش اللي يأكلكم. أي سمك اللي حتاكلنا؟ لو هذه ما في أي مشكلة حنعرف نغلبها. هلا فيك. شوف يا بابا هذا فلافيلو. أوه لقينا فلافيلو، فلافيلو
المكان هذا حلو مو كده؟ ماذا تفعل؟ من تسمونه فلافيلو هو بروتوس ابن جلالة الملك قيصر. لا هذا فلافيلو حقنا طبعا. بروتوس ايش؟ فلافيلو هاي طالع هنا علينا. عمي فلافيلو هاي احنا هنا شوف، وكمان جينا عشان ننقذك. يبدو اننا سننتهي منهم اولا. مش دول برضو ترغم وليس اصحابي؟ بتعملوا ايه هنا؟ ويلكم يا أصحابي. أحسنت صنعاً، أريدك هكذا دائماً محترماً لشعبك. قم بتحيتهم هكذا طوال الوقت. شعب إيه؟ دول ليسوا درغام ماي فريند. أحسنت يا بني، عليك أن تتعرف على شعبك عن قرب. تقريباً كده الراجل ده معجب قوي بالشعب بتاعه. حسناً كفاك تحية، هيا يا بني ابدأوا المسابقة سريعاً. سباق الأعلام. جيب يا بابا. برافو، عملت فعلا تستحق. هذا رائع جدا، شعبي الآن في منتهى السعادة. والآن علينا عقاب الخاسرين ومن بينهم هؤلاء. هيا حدد العقاب. ايه؟ انا ايه؟ انا مش عارف اوقع اي عقاب وانا باكل شمام. لا يصح، انها القوانين وعلينا احترامها. عقاب ايه بقى؟ لقيتها، احنا نقرص مناخيرهم. اقرصوا مناخيرهم مرستين. ما هذا العقاب الغريب يا بني؟ وتمام، يبقى نطوا على رجل واحدة لاخر الخط. أتسمي هذا عقابا؟ يجب أن تكون قاسيا. انت كده مش بتساعدني يا قيصر بيه، ما تقول عايز ايه على طول. قيصر ماذا يا بروتوس؟ المهم العقاب يجب أن يكون قاسيا ومؤلما، نرميهم للتماسيح مثلا. طبعا عقاب الخسرانين في المسابقة هيكون عبارة عن إن التماسيح تزغزغهم. إيه رأيكم في العقاب ده؟ ماذا؟ ماذا أفعل الآن؟ بما أنك ترى أن هذا العقاب الأنسب، حسنا أحضر التماسيح كي تدغدغ هذين الاثنين من آذانهما حالا. يلا صدق شاك، أنا كتير بتكركر من هون، بتكركر كتير. عليك إعلان بداية المسابقة الثانية. مسابقة كرات الحديد. وارجونا رميتكم لوين راح توصل. ارجع انت يا ولدي، هذه صارت مسألة كرامة خلاص. شوفي حنا فزنا خلاص. ايوه يا بابا، ما خسرنا هذه المرة. كفى. هيا يا بروتوس قل مبروك لهؤلاء الفائزين، والآن حان وقت العقاب الشديد. يا بني قل عقابا مناسبا هذه المرة. اديني فرصة افكر. فاضي الحيوانات عندنا ايه بقى؟ لدينا عقارب سامة ايضا. حلو اوي، يبقى العقاب الجديد الرقص مع العقارب الفرفوشة. رقص ماذا يا بني؟ هيرقص معهم كده. هوبلي 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 هوبلي. يلا يلا يا ولاد. الشعب بدأ يغضب كثيراً. اختر العقاب التالي بمنتهى الحذر. يا ليث يا ضرغام، احنا لقينا بنزينة، انتوا لقيتوا فلافيلو ولا لا؟ شكلهم كده لسه ما رجعوا يا ماما. كده مشكلة، يا ترى فين راحوا؟ ليش تأخروا إلين دحين؟ ماما شوفي جهاز الجي بي اس حق بابا. أكيد وقعوا في مشكلة كبيرة ومحتاجيننا، وإلا ما كان ساب الجهاز اللي بفلوس قد كده مرمي على الأرض. عندك حق يا ماما، مدخل المبنى هذا غريب شوية ومخيف كمان. مين حبسني هنا طول المدة دي؟ مين؟ ويريد يختار لنفسه عقابي لي مع اللي عمله ده. هذا جد غريب، المكان هذا كأنه بوابة لشيء كبير. أكيد بابا وليث انحبسوا جوا ومحتاجين لنا. بسرعة اركب السيارة حالا، حننقذ أبوك وليث قبل ما يصير لهم شيء. القفز بالعصا. هيا ابدأوا المسابقة الآن. بابا أنا تعلقت هنا، يلا نزلني بسرعة. لا تقلق يا ليث، أنا حنط كويس وحنقذ الموقف حالا. والآن لدينا الفائز.
وقت عقاب الخاسرين، أرجو أن يكون مناسبا. لا مش هعرف أعاقبهم عقاب جامد. اسمع يا بروتوس، أنتظر منك عقابا شديدا، وضعنا أصبح حرجا. طبعا هعاقبهم، نرمي لهم عنب كتير لفوق ويحاولوا ياكلوا من الهواء. تمزح، هذا ليس عقابا. انت ما فيش عقاب عجبك يا عمو كايزر افندي ولا ايه بقى؟ لست كايزر، اسمي قيصر. قيصر. تمام تمام تمام، قيصر حاضر، مش هزعلك. حسنا، المهم عقابهم الزحف على بطنهم. ماذا؟ أتسمي الزحف على البطن عقابا؟ بابا شوف، ماما جت هي ورزان. كفو كفو يا العنود. ها لقيتها، العقاب سمك القرش الكبير، يرموهم لسمك القرش يا فندم. أحسنت يا بني، أخيرا وجدت عقابا مناسبا. شكرا يا عمو قيصر بيه، برغام يلا يلا. أوه لا، هيرمونا سمك القرش. يا ويل، ايش هنسوي؟ يلا يا فلافيلو، فرصتنا الأخيرة عشان نمشي. لا روحوا انتوا يا درغام، أنا مبسوط، فيري هابي، كله بيجيب لي فاكهة وأكل وحاجات حلوة. لا تمزح يا فلافيلو، يلا بسرعة. كفاية كده، إيه اللي بيحصل على الصبح ده؟ لو مسكت المسؤول عن الكلام ده هعاقبه عقاب شديد. ايه اللي بيحصل هنا ده؟ ايه؟ وده مين ده كمان؟ ده شبهي قوي كده ليه؟ حطيته حد مكاني ولا ايه؟ الراجل ده مش بروتوس يا جلالة الملك؟ انا بروتوس الحقيقي، انا اللي بروتوس يا بابا. اه؟ ماذا يحدث؟ كيف هذا؟ انت بروتوس؟ إذن انت تنتحل شخصية ابني؟ انا بروتوس الحقيقي يا بابا. إذن هذا بروتوس المزيف، عاقبوا هذا المهرج حالا. قيصر ده بيقول الحقيقة فعلا، عندك حق بجد. درغام يا صاحبي استنوني انا جاي. يلا استأذنك يا عمو بقى، عاقبهم براحتك. هوباي هي ها هي، دوسي بنزين يا عنود دوسي. ما ينفع يا فلافيلو، البنزين خلص تاني. ايش؟ لا طبعا بمزح بمزح. هذا المكان رائع جدا. أبي سأضغط على كل الأزرار معا هكذا. أه ماذا تفعل؟ مستحيل، استخدمت شعاع الزمن؟ ألم أقول لك ألا تأتي هنا؟ كيف سأصلح الوضع؟ أصلح. وما فائدة هذا؟ لا يا بني، أبعد يدك. اضربوه بالليزر الأحمر واطفوا الشوربة اللي على النار. حلم. شكله كده يوم جميل. فريدون، في وردة نبتت على راسك، مبروك. اي خبر بتقول ايه؟ ماله ده؟ مش سمعني خالص ولا شكله كده بيتنطط علينا؟ كل ده عشان وردة؟ وردة؟ ماشي يا ابو وردة. اي يا راسي. بدوم بوم 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 بوم، يوم جميل قوي. بوم 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 بوم، ازيكم؟ إيه؟ انا بقى جبت كارت مواصلاتي، مش معقول شكلي نسيته ولا ايه؟ ايه النحس ده؟ تمهل ارجوك. لقيته لقيته، كنت هضيع. واخيرا الاتوبيس وصل. بهدوء يا جماعة، واحد واحد، الكل سيركب. ركبت الاول، ركبت الاول، الباقيين هيتأخروا ولا لا؟ يلا يا اسطى، الاتوبيس اتملى، يلا اطلع اطلع بينا. وريني بتقرا ايه؟ بتقرا مغامرة؟ حلو، فيها اكشن دي. عمهلك يا ابني. وريني وريني اسمه ايه؟ عمهلك عمهلك. استنى شوي، عايز اشوف العنوان. ماذا؟ خطة على الطريق، سأتوقف، تمسكوا جيدا. انا طلعت بطير. يا ابني دير بالك، منك حاسس على حالك؟ وانا بقى عملت ايه يعني؟ ما شفت واحد ما عنده احساس قدك، ما بيهتم باي حدا ماشي جنبه، واناني ما بيفكر الا بحاله وبمصلحته. بتمنى بتمنى انك تعيش بيوم نفس اللي منعيشه كل يوم من عمرنا. هيدي امنيتي الوحيدة، هيدي امنيتي الوحيدة، هيدي امنيتي الوحيدة. وداني باظت خالص، ده الصوت ده صدع لي دماغي. تستطيع النزول حالا.
بس ده آخر أوتوبيس هنا، كده مش هعرف أروح عند درغام، يبقى ملوش نصيب يشوفني. بتمنى بتمنى إنك تعيش بيوم نفس اللي منعيشه كل يوم من عمرنا. هيدي أمنيتي الوحيدة. اخرجي من حلمي يا ست انتي. انا نمت كويس قوي الليله دي، اما اقوم افطر بقى. ايه ده، السرير بقى عالي قوي كده ليه؟ المهم اروح اشم شويه هوا. النهارده شكله يوم حلو قوي. اوه فريدون عامل ايه؟ بكلمك فريدون، مش سامعني ولا ايه؟ النهارده كل حاجه عاليه قوي ليه؟ المهم فريدون عامل ايه يا صاحبي؟ قول لي ايه الاخبار. ده ايه ده، حشره دي وقعت لي من السما. بتقول ايه يا فريدون، انت كويس؟ تعالي هنا اكلك. اوبا في ايه يا عم، انت اول ما تكبر يا فريدون هتاكلني ولا ايه؟ يا مامي. هربت منهم، خلصت منه. بس ليه كل حاجة بقت كبيرة كده مرة واحدة؟ مش فاهم حاجة. يلا 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 يلا. دي شكلها عربية درغام، أكيد يقدروا يساعدوني. يا ريس بسرعة خليك ورا العربية البيضة اللي هناك دي، أنت سامعني؟ ما هذا؟ حشرة، توجد حشرة هنا. بتعمل إيه يا أسطى؟ في إيه؟ الحقوني الحقوني. شوف الباص اللي هناك هذا. إيش اللي بيصير في الباص هذا؟ ليس درغام. وسعوا لي، انا جاي. انا جيت. حشرة. بابا شغل مساحة القزاز، شغلها بسرعة. استنوا استنوا، درغام. بابا رش مويه رش مويه. بلاش رش مويه، بلاش بلاش مويه بلاش مويه. استنى درغام درغام. في شي يا بابا؟ هذه الحشرة قالت اسمي. من متى الحشرات بتتكلم يا بابا؟ يا ناس أنا فلافيلو، فلافيلو الفيل. فلافيلو؟ أنت مو فيل كده، بس أنت شكله كده، بس على حشرة. لا يا راجل، تصدق ما خدتش بالي. إيه؟ كيف صرت حشرة يا عم فلافيلو؟ مش عارف، صحيت الصبح لقيتني حشرة. لا لازم يا حشرة دي جدا. سمعتوا بودنكوا يا أولاد، طلع لنا شغل أهو. يا طمان روح أنت بسرعة هات لنا مبيد حشري من المحل اللي هناك ده. في إيه يا حبايبي المواطنين؟ سمعنا إنكم عندكم مشكلة مع حشرة، اوعوا تقلقوا خالص، إحنا موجودين علشانكم. حقا أنتم أخويا جدا، اقبضوا على الحشرة الغريبة وسنعطيكم ما تطلبونه من مال. صيادين الحشرات على أتم الاستعداد. يا ده انا كنت جعان قوي. جربت تخلص بسكوتة؟ اروح اجيب لك نص زيتونة تهضم بيها. اما لو كنت فيل كنت كلت الترابيزة. دلوقتي فتفيت البسكوت بتشبعني. طيب يا عم فلافيلو، ليش دونن عن بقية الحيوانات تحولت لحشرة؟ هيكون ايش يعني، يمكن ساحر شرير حوله لحشرة؟ ثانية امبارح في الاوتوبيس في ست كبيره اتعصبت عليا قوي، وبعدين اتمنت امنيه من قلبها. وايش قالت؟ اتمنى انك تعيش في يوم من الايام نفس اللي بنعيشه كل يوم. ايوه قالت كده. تمام كده، اكيد امنيه الحرمه هذه اتحققت طبعا. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا ما ينفعش افضل حشره، حاجه ممله قوي، ده انا حتى مش عارف العب. بصوا مش عارف ادوس على الزرار ازاي. راي نلاقي الحرمه الكبيره وانت تعتذر لها، يمكن كده تسامحك وبعدين ترجع لحالتك الاصليه. ايوه يلا ندور عليها. ايش ده الصوت؟ مكانكو، احنا صيادين الحشرات وجات لنا اخبار بتقول ان الحشره موجوده في البيت ده.
بسرعة سلمونا الحشرة حالا. درهم اقعد سلموني ليهم. أخيرا لقينا الحشرة الخطيرة المخيفة. جيت الأضاكي. مش فاهم ليه كله بيبالغ فيا قوي كده. بابا ما يصير نسمح لهم يمسكوا الحشرة فلافيلو. يلا ندور على الحرمة. عندك حق يا ابني فلافيلو. امسكني كويس. يلا خربوا. يلا ورايا المدينة بسرعة. يلا اطلع من هنا بسرعة. فين حملاقي الحرمة الكبيرة الحين؟ أكيد حتلاقيها في السوق طبعا. كل شيء في السوق حتى الحريم. طيب يلا ورايا بسرعة على سوق الخضار. أعطيني 2 كيلو من هاودي بس ما تحط لي الخربانين. ها يا تيتا يا تيتا. شوفي يا أولاد. هو أنت تعرفي الحشرة هادي؟ تيتا تيتا فكراني ولا إيه؟ وقعت عليك امبارح في الأوتوبيس. آه شو هيدا حشرة وكمان بتحكي وبدك شي تاني مني؟ تيتا افتكر أنا في عرضك. أنا أصلاً كنت فيل ووقعت عليكي في الأوتوبيس وبعدين صحيت لقيت نفسي حشرة. كل ده بسبب أمنية صغيرة تمنيتيها وأنا بتأسف لك على اللي عملته يا تيتا. أهم هناك أهم. ها أنت الفيل يلي بيضايق كل يلي حواليه وبيتصرف من غير إحساس وما بينتبه ليلي أصغر منه وبيعمل حاله مش شايفن. أوه أنا ما فضلتش حاجة ما عملتهاش فعلا. مو باقي طبعا. أنا هلأ تذكرتك. تمنيتك تحس مثل ما منحس يمكن تصلح من حالك وهي أمنيتي تحققت. قربوا يجوا يا بابا. يا ستي ما افتكرتش اني بضايق اللي حواليا قوي كده. صدقيني سامحيني بقى أرجوكي وانا بعد كده هبقى مواطن حساس اكتر من كده اوعدك. ما زالك انت زعلان هيك؟ خلاص حاتمنى لك أمنية. بتمنى انك تحس أسوأ من هيك 10 مرات. قلت ايه يعني حتنبسطي كده يا تيتا؟ فلافيلو انت فين رحت؟ اتمنيت انه يتحول لكائن حي ما بينشاف بالعين. شوفوا ايه اللي حصل لي ده؟ عملت فيا ايه تيتا؟ بصوا يا جماعة بقى صغير ازاي؟ صعب علي قوي. يا خلاصي عليك. صغير شوفوا ما تضحكوش أرجوكم. لا لا ايه اللي حصل؟ انا مش حشرة انا فيل. رجعت فيل تاني. ده كان كابوس. أولي أنا فيل. أنا لازم أعمل حاجة. أستاذ فريدون بيه أنت كويس؟ أنا آسف إني وقعت عليك الزرعة مبارح. أهلا يا حبايبي. بشويش كده هستنى دوري ومش هوقع حد وأنا بركب الأوتوبيس. بالراحة اركبوا بالراحة خالص تمام؟ برافو عليكم. اما اقف هنا بقى. وانت عامل ايه يا ريس؟ شايف انا بقيت هادي وواخد بالي ازاي؟ بس يا ريت ما تضربنيش تاني بالمجلة عشان ما نتخصمش. ها؟ واضح انه عاقل جدا. تيتا عامله ايه يا تيتا؟ شو عم تعمل يا ابني؟ انت منيح؟ كويس 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 قوي. تعالي بقى اقعدي عندي هنا. ما توقفيش خالص. ما تعرفيش اللي ممكن يحصل. سواء يفرمل حد يقع عليكي. مش كده؟ تيتا السلحفة الجميلة اللي مش هتحولني الحشرة ولا أي حاجة تانية في الحياة. وإلا حزعل منها حالاً. إيه؟ الكلب لازم يخبي عظمته سنين. أيوة دي الكلاب كلها بتعمل كده. أصل العظم لما بيدفن تحت التراب بيبقى لذيذ. من الوقت يلا روح ادفن العظمة بتاعتك دي في أي حتة مستخبية. هدفنها حالاً. ايوه بالطريقه دي اقدر اخبي عظمتي. ايه
الكفتة استوت، يلا هاتوا صحونكم بسرعة. أنا مش عايز طبق. أبو السباع احذف لي كفتة يا يا. امسك هذه. بابا طالع هنا. ها نعم. سؤال صغير، هي المكنة اللي جنبي دي ممكن تفضي حمام السباحة في قد إيه؟ على يوم الاثنين. غلط، تخسر يا إكسلانس. إيش اللي بتسويه هذا؟ أنت بتفرغ حمام السباحة حقنا؟ ما أنتوا عملتوا بيسين في المكان اللي دفنت فيه عظمتي. بصوا بصوا أنا هعمل إيه؟ هوريكوا أحسن نطة تعمل طرطشة. إحنا إيش حيعرفنا إنك كنت دفنت عظمتك في بيتنا؟ هذا بيتي. ما أنت المفروض تقولي يا رستم إحنا هنبني بيت هنا، شوف لا تكون دفن عظمتك هنا ولا هنا. تلاتة. عمو فلافيلو المويه بتخلص. اطلعوا برا برا. رستم وقف هذه الماكينه بسرعه لو سمحت. اتنين. المويه خلصت يا عمو فلافيلو. واحد. برا. يلا عطرتشو. لا. ينفع كده؟ كسرته. كسرت ايه بالظبط؟ دلوقتي جه دوري انا. يلا قوم يا فلافيلو، قوم قوم قوم. مش عارف اقوم، شكلي كده اتزنقت. رستم باشا لازم تاخد عظمتك الحين يعني؟ ايوه لازم اخدها. يلا ايدك معايا عشان نطلعه، انت من ايد وانا من ايد. يلا اجمد يا اولاد، شدوا حيلكم ورونا الهمة. طار عمي فلافيلو طار. حلو مرة، انا كده راح اكل الكفتة كلها لوحدي. أنا قربت أهو. رستم أنت متى رح تخلص حفر في بيتنا؟ إحنا ما إحنا عارفين نسبح بسببك يا أخي. مش عارف، بس لو فضلت أحفر لوحدي أكيد هقعد كتير. لو سمحت يا بابا أنا أبغى أسبح الحين. أيوة وأنا كمان عايز أعوم دلوقتي. ما دام كلكم تبغوا تسبحوا الحين صار لازم نساعده عشان يلاقي عظمته بسرعة ونخلص منه. أولي بحب المغامرة. يلا كل واحد ياخد واحدة ويشتغل. اتفضل اشتغل يا أستاذ فلافيلو، ما أبغى أسمع لك صوت أبداً. ما ينفعش أحفر خالص، عشان بعيد عنكم عندي مرض عدم الحفر، والدكتور حذرني وقال لي اوعى تحفر حمامات سباحة. يعني إحنا نحفر ونتعب وإنت تتفرج علينا؟ أكتر حاجة بعرف أعملها إني أتفرج. إنتوا بتقولوا إيه يا جماعة؟ ايش ده احنا فين؟ هذا تقريبا نفق سري. ايش ده؟ في عالم تاني تحت بيتنا يا شباب. في صوت غريب، حد سمعه؟ ايش ده؟ في بركان مولع جاي جهتنا. طب وده جاي علينا ليه؟ اهربوا بسرعة اهربوا. هاي هاي يا جماعة تعالوا من هنا. تعالوا معنا، هيا هيا تعالوا تفضلوا كلوا معنا، أنتم بالتأكيد متعبون. يا ابني إيش هذا المكان بالضبط؟ ما أعرف يا بابا، هذه أكيد قبيلة بدائية، شوف ملابسهم. أنتم بدائيين؟ بل أنتم بالتأكيد البدائيين، بما أنكم تقولون على من يستضيفونكم أنهم بدائيين. آسف جدا، لا تغضبوا من بابا، هو في الأصل ليس اجتماعيا بالمرة. وإحنا مش أي كلام، ها؟ إحنا جامدين أوي أوي أوي. لو سمحتم تفضلوا على السفرة. لا تنسى احنا ليش جينا هنا؟ يلا ندور على العظمة بسرعة يا رستم. تمام، يبقى انتوا كده تحاولوا تشغلوهم وانتوا بتاكلوا، وانا هدور على العظمة بتاعتي. هيا بنا الان لنذهب الى السفرة سريعا. انا جعت جدا، المنيو ايه النهاردة؟ ها؟ ايش ده الاكل الغريب؟ نحن لا نحبهم مطلقا، لكن نحن مضطرون، لا يوجد اكل غيره في بيتنا. بس يا فلافيلو يا أخي إيش بتسوي؟ دلوقتي في تحدي بيننا قوي جداً، أكتر واحد حيعمل الصوت ده حيكسب. أنا هقوم أروح الحمام وجاي. هل حقاً أعجبكم الأكل؟ طبعاً طبعاً مرة عجبنا. يا ترى راحت فين العظمة؟ أها منطقة محظورة، لا تقترب بدون إذن ولا يهمني. أخيراً بعد ده كله لقيتك عظمتي يا حبيبتي. أرجان أنتوا ليش ما في عندكم هنا أكل عادي زينا؟ هذا أمر طبيعي، لا يوجد غير هذا.
طيب حوريك شيء يمكن تفهم إيش قصدي. ساندويتش لحم بعجين أو شاورما. شوف هذه اسمها قطايف بالعسل. هذا الأكل شكله لذيذ جداً، لكن لا يوجد لدينا منه هنا. ماذا تحمل في يديك؟ هذا؟ اسمه تليفون، ما عندكم منه؟ لا، ليس لدينا شيء. طيب أنتوا إيش يجبركم تعيشوا في مكان زي كذا؟ بابا يحب هذا المكان، ويريدنا أن نحبه أيضاً. ونحن لا نحب هذا المكان، لأن ليس به أي شيء يحب. ما في فيديو جيم؟ إيه؟ ما هذا؟ أحدهم فتح الباب السري. من الذي تجرأ وفتحه؟ يلا يا عظمتي يا حبيبتي، يلا تعالي لي، تعالي لي يا حلوة. ما الذي يحدث هنا؟ أيوة، إيه اللي بيحصل بالضبط؟ لا يمكنك الدخول. ما ينفعش طبعاً، ما أعرفش أنا بعمل إيه هنا. أنا كنت رايح الحمام. الحمام هناك يا أستاذ، ومن فضلك لا تدخل في أي مكان. مش هدخل، بس أنا عندي فضول، لازمتها إيه العظمة دي هنا؟ إنها ذكريات قديمة وحلوة جداً، وجدتها وأنا أبني هذا المكان منذ 40 سنة. هذه العظمة هي أساس المكان، كل شيء حولها تم بناؤه عليها. شوقي طوال عمره يحب المكان، لا أعرف ما يعجبه فيه، لكن كلنا كرهناه. خلاص بيصير خير، تعالوا معانا فوق في بيتنا. شوقي لن يرضى بهذا أبداً. تمام، انهي الموضوع الآن، شوقي قادم. ها، أعتقد صار لازم نستأذن للحين، الوقت تأخر. انتبهوا على حالكم يا أصحابي. إيش سويت يا رستم باشا؟ لقيت الحمام ولا ما لقيته؟ لا، صاحبكم أخطأ في الغرفة ودخل الغرفة التي بها العظمة الغالية والتي عمرها أكثر من 40 سنة. أيوة، يلا نمشي عشان إحنا كده تأخرنا. يلا باي. يلا باي باي. مع السلامة. باي باي. مع السلامة. يلا يا فلافيلو. هذا طلع أب عصبي متحكم جداً. كويس إن رستم باشا ما سرق العظمة، كان ممكن يهد المكان كله فوق راسنا. هو اللي بيحصل بابا؟ في زلزال، المكان حينهد فوق راسنا. ماذا يحدث؟ أي 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 أي. المكان ينهار، أهربوا أهربوا. العظمة اختفت. لو أمسكتك يا رستم لن أتركك. ماني مصدقك يا رستم، سرقت العظمة. ما سرقتهاش، جبتها وخدتها. لا، أنت سرقت العظمة، لن أتركك. سيب رجلي. تعال هنا. راح رستم باش. وحنعمل إيه دلوقتي؟ أنتوا خلونا نفكر. بابا روح انقذ رستم باشا وعمو فلافيلو، اجلس انت هنا ابكي زي البزورة. تمام، وانا هشوف طريقة نخرج بيها من هنا. تمام، انا جاي. الو يا جدو، انت سامعني كويس؟ اعطيني العظمة، انت لن تهدم المكان الجميل الذي اعيش فيه. مكان جميل؟ ممكن يا بابا تقول لنا ما الجميل هنا؟ حبسنا هنا لسنوات لاننا لا نريد مضايقتك وانت لا تعرف. ماذا تقولون بالتحديد؟ نالان، أنت أيضاً رأيك هكذا؟ نعم يا شوقي، الصراحة المكان سيء جداً، لن أخفي أكثر من ذلك. يا جماعة كفاية كلام، يلا على فوق بسرعة، المكان بينهار. تمام، كده جميل مرة. رزان، شغل الماكينة، يلا راح نسحبهم دحين. الماكينة اشتغلت، هدول بيشفطونا. احنا جينا. اهلا يا ولدي. ما هذا المكان الجميل؟ المنظر في الأعلى عندكم أحلى كثيراً. الهواء هنا منعش جداً. عزيزي شوقي، أتمنى أن نعيش هنا. لا أعرف، دعوني أفكر قليلاً. يا أستاذ شوقي، أنا آسف جداً على اللي عملته في بيتك. خلاص ممكن تأخذ العظمة دلوقتي. شكراً جداً، أنا أيضاً تعاملت معك بطريقة سيئة، آسف حقاً. قررنا سنجلس هنا في الأعلى.
إذن ماذا سنفعل؟ سنبقى هنا. أولي ارحقوني، أنا اتزنقت يا جماعة، حد يساعدني، الحقوني. دي كفتة، لا دي فحمة، الحقوني. معلش بليز قوليلي تاني، هو احنا فين كده؟ هذا معرض فني يا عم فلافيلو، في فنانين كتار بيجي يعرضوا شغلهم هنا. اوه حلو قوي، ويطلع ايه ده بقى؟ مش فاهم. هاد بقى اسمه اللحم المنزوعة. حضرتك ما بيصير تاكل العمل الفني. هاتوا واحدة كده لاخوك الجوعان. ايش اللي بتسووه هذا؟ ده عمل فني مو اكل. بطني بتوجعني، بطني. أنا ما أعرف هذا الرجال. رزان، أنت جبتينا هنا ليه؟ رزان. بما إني شايف نور أبيض دلوقتي، يبقى أنا رحت عالم تاني. لم أذهب في أي اتجاه، كان هذا نور الكشاف. بجد؟ على كده بقى أنا لسه موجود وسطيكم فعلاً. إيش بي يا دكتور؟ لا تخبي علينا، قل لنا الصراحة. لن أخبئها لأني لا أعرفها. كيف هذا يعني؟ إذن سأوضح لكم، لو الكوب هو المريض. خلاص بقيت كوباية. وهذه الكفتة. لا تجوعنا يا دكتور. لو وضعنا الكفتة في بطن المريض ماذا سيحدث؟ الكفتة رح تدوب. كما قلتي بالضبط، لكن حالة فلافيلو بي مختلفة، سنضيف كفتة معدن بدل الكفتة العادية، فما رح تدوب. بالضبط، إنها بالفعل لن تذوب. يعني حيعيش بالكفتة طول حياته؟ للأسف، إنه مضطر للعيش مع الكفتة التي بداخله. أرجوك ما تقولش كده في وشي، حقول إيه لصاحب البيت دلوقتي؟ الكفتة ما رح تعيش معاك في البيت، هي بس حتفضل في معدتك. لا يجب أن أقول لكم، لكن في الحقيقة لدي صديق مخترع ولديه اختراعات، ويمكن أن يساعدكم في شيء كهذا، ولكنه شخص غريب جدا جدا. غريب كيف يعني؟ ماني فاهم. هذا معمله، المفروض إني يكون موجود هنا. أنا بقى اسم الدكاترة أبو العينين منظور. شكله طبيعي، ما في شيء يخوف. أنا بقى اسم الدكاترة أبو العينين منظور. فهمنا فهمنا. أنا اسمي الدكاترة أبو العينين. دكتور بيغني راب؟ مرة حلو. ولد لا تتريق على الرجال. شوفوا اختفى. أنا أبو العينين منظور. إيه اللي أنت عملته ده؟ بتأكد أنت حقيقي ولا لأ؟ طلع حقيقي فعلاً. الدكتور قال لنا إن ممكن حضرتك تساعد عم فلافيلو، هذا صحيح؟ غالباً كده. طيب كيف رح تساعده؟ أساعده بده. ما تخافش خالص، ده جهاز للتصغير والتكبير والقلي والتحمير. اسم غريب والرجال هذا مريب. هنصغر الأتوبيس ده بالجهاز وندخله في جسم فلافيلو، وهنقضي على الكفتة اللي في معدته بالليزر، لكن برضه في مشكلة كبيرة. طيب ليش يا دكتور ما نصغر المشكلة بالجهاز؟ انت دمك خفيف قوي، بس المشكلة اننا محتاجين سواق بس يكون بيفهم كويس في السواقة داخل جسم الإنسان وفي استخدام الليزر. انا التلاتة دول. ما تهزرش، دي شغلانة صعبة جدا. انا اصلا طول الوقت بسوق سيارات في الفيديو جيم يا دكتور، لا تقلق. وانا جبت 5 في امتحان الاحياء. وانا اعرف اوقف على رجل واحدة. ما بعرف. خلاص انتوا اقنعتوني، الحقيقه انا اصلا مش لاقي حد غيركم يقوم بالمهمه الصعبه دي. يلا اركبوا الاتوبيس. اخيرا حنشوفكم كمان. يلا نركب بسرعه. انا متحمس جدا. خليك انت هنا عشان هم اللي هيدخلوا جوه بطنك. حضرتك ذكي قوي. واو، هذا فيلو يدزي اللي في الالعاب. السرعه كانت ايش؟ R1 ولا R2؟ R1 سرعه، R2 تربو. خدوا بالكم سرعتها رهيبه. جاهزين؟ ها؟ انت جاهز يا فلافيلو؟ كل الاتوبيس. معقول احنا جوا عمو فلافيلو وغالبا احنا في اذنه. ايوه صح، هذه طبلة اذنه. هاي يا رزان، فين راح نروح الحين؟ لازم نروح للمعدة، حنعدي من قناة الاستاكيوس وبعدين حنعدي على المريء. خليكم متابعين اللافتات. انا شفتها، الاستاكيوس. ادخل من هنا. الاستاكيوس؟ ياباني هذا ولا ايش؟
مساء الخير يا شباب، انتوا بتدوروا على حاجة؟ انزلوا انزلوا، ده انتوا نورتونا على الآخر. شت ليث، انتبه يا ابني وقفل الأبواب كويس. اللوحة بتقول كده بس الطريق مسدود. طيب اطلع قدام شوية يا ليث، يمكن ندفها وندخل جوا. يلا معايا. انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ يا ماما. اوبا، ايه دي بقى؟ دي خنفسة يا حبيبي، قبل ما تيجوا حطيتها شوية في الجهاز وقمت مكبرها حبتين، شكلها عاطفي صح؟ انا بيني وبينك بحب القطط اكتر، بس دي حلوة برضو. يا خبر، عندنا مشكلة، شمع ودانك وقف الاوتوبيس ومش عارفين يعدوا منه خالص. قصدك حلمي؟ حلمي؟ حلمي مين ده؟ شمع وداني، اسمه حلمي. انا يا مؤكرم، بس لازم نقضي على حلمي. هتقضي عليه ازاي؟ لو سمحت يا أستاذ شمع الأذن، ممكن حضرتك تسمح لنا نعدي بس؟ طريقنا طويل شوية. يا واد سولو، يلا بسرعة خلصوا على الضيوف اللي جايين هنا من غير ما عدوا. أمرك يا كبير. ماشي قدره، احنا ما بنحبش الغرب. يا ابني لا تصدم السيارة، عيب كده. كده زعلتوني ترى. ألو ألو، سامعني؟ انتوا لازم ترفعوا الاوتوبيس لفوق وتقفوا قريب من السقف. ليش هنسوي كذا؟ اعمل الصح يا ليث. اتمنى ننجح. ايه ده، استنى، هو ايه الصوت ده؟ عشان يبقوا يسمعوا كلامي. اختي كميلة انتي، يا خنفستي يا لولو. ايه ده، الحق الخنفسة صغر التاني. ايه ازاي؟ ليه؟ مين؟ فين؟ ليه؟ ازاي؟ انت عارف ده معناه ايه؟ لا، ده معناه ان الجهاز مش بيأثر غير لمدة محددة بس. يعني بعد 6 دقايق بالظبط الاوتوبيس هيرجع لحجمه الطبيعي مرة تانية وهو جوه بطنك. يا ترى بقى فهمت ولا اقول كمان؟ انت دايس على رجلي. آسف. تمام، لو انا توقعاتي صح احنا الحين في البطن. ابغى اضرب بالليزر، انا بديت اطفش يا اولاد. لما نقرب من الكفتة يا بابا. صوتك مواصل، أعتقد ما في شبكة، ارسل رسالة. لا تقلقي، قربنا خلاص. الكفتة هناك هي، جا دورك الحين يا بابا. أنا جاهز، وسعوا لخبير الليزر العالمي. يا السلام، مية مية، اتفرجوا على ابوكم. مره راح تنبهروا الحين، ابوكم راح يفرجكم. يا نهار ابيض، ده حيضرب بالليزر. دكتور يا دكتور، انا كمان عايز اضرب بالليزر. ليزر ايه دلوقتي؟ الا سلكي مش شغال، احنا لازم نقول لهم بسرعه، فاضل 3 دقايق يا ناصح. استنى ما انده لهم، يمكن يسمعونا. الو، وجدتوها، بس اللي هعمله ده خطر جدا على فكره. ها انا هصغر نفسي عشان انزل في بطنك واقول لهم. طب وانت ازاي هتقدر توصل لهم؟ انا مش فاهم. استنى، اول ما انا اقول لك دوس على الزرار تقوم دايس على الزرار عشان اصغر. ها يلا دوس. عملت اللي عليا وزياده. ها لازم اشفطه بقى. 3 2 اضرب. وهو، هذا هو الكلام. بسرعة انزلوا من عندكم بسرعة، يلا بسرعة. ها هذا صوت الدكتور، ايش اللي جابه هنا؟ انا بضيع، الحقوني يا جدعان، الحقوني بضيع. ممكن تسمعوني كويس؟ التجربة فشلت، لازم نخرج من جسم فلافيلو كلنا في أقل من دقيقة. طيب ولو ما خرجنا يا عبقري؟ الأوتوبيس هيرجع لحجمه الطبيعي وفلافيلو هيفرقع. يلا يا جماعة دور واطلع بسرعة. أمرك يا قائد. بسرعة بسرعة، الحقوني من الودان. لا، حلم هيضايقنا، مش
مش هنلحق. الحل الوحيد اننا نخرج من البؤ. كده ما رح نلحق، احنا لسه في الرئتين. بسرعه. انا جت لي فكره، بس هحتاج فيها اللاسلكي. فلافيلو فلافيلو، هو انت سامعني؟ انا متوتر جدا وشكلي مش سامع حاجه. لا لا لا، انت سامع. بص انا عايزك تعطس دلوقتي، بس اعطس جامد. يلا اعطس. مش هعرف اعطس من غير دكتور. الترابيزه فيه فلفل اسود، خد شويه وشمهم بسرعه. عندك حاجات غريبه في حتت اغرب. المهم لقيته. اسرع شويه، اسرع. شكلنا كده ما رح نوصل، لسه باقي كتير. هو لو عطس هيعمل طيار هوا جامد ينقلنا من الرئتين للبق. يلا يا فلافيلو يلا. أنا كده مش مصدق إننا رجعنا تاني. كانت قوية، نلعب مرة ثانية؟ فلافيلو أنت كويس؟ تضربني؟ بضربك بقى كده؟ تلعب بالليزر من غيري؟ أنا زعلان. استنى استنى، ما ينفعش تشغل الليزر دلوقتي خالص. هلعب بالليزر. استنى يا فلافيلو. ايه ده؟ اخر ثواني في الماتش، الوحيد اللي يقدر ينقذ الفريق هو طبعا اللاعب رقم واحد فلافيلو. هو انا عملت ايه؟ كله بسببك. شوفوا بقى يا ولاد، انتوا عارفين ان حارس المدرسه عمكو فلافيلو كسر السله وبعدين حاول يصلحها بذكائه وبرضه معرفش في الاخر يعمل حاجه. المهم على ما تيجي بقى السلة الجديدة، حصة الألعاب بتاعتكم هتبقى هنا في الفصل، إيه رأيكم؟ يعني نلعب في الفصل؟ ومضطر أديكم شوية واجب تعملوه علشان أملى وقت الحصة. أنا أصلاً ما بفهمش غير في الكورة ومليش خالص في موضوع الواجبات. ولا أنا بفهم. ممكن تسكت؟ طيب حاضر. أنا عندي فكرة حلوة. الواجب يا ولاد هيكون عن أكتر رياضة محدش يعرفها خالص في العالم كله. الطالب اللي هيوصل لأكتر رياضة مش معروفة هيكسب 100 نقطة. يلا بينا. يلا بينا. هيا 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 هوبا. يلا بينا. سيبكم المسابقة دي دلوقتي يا جماعة، أنا لقيت على الإنترنت معلومات عن أقدم رياضة موجودة بس في مغارة تيبو. حلوة قوي، هتصل ببابا وأقول له إن إحنا لازم نروح تيبو قريب قوي قوي. الميت نقطة دول بتوعي، ابعد من قدامي. بابا بابا بابا، درغام في طفل في الصالون بتاعنا. كيف شكله؟ ما عرفش، مش قادر ابص. بابا بيقول بابا. اكيد حد فينا ابويا فلافيلو. مش انا، اكيد هذا ابني انا. بابا انا راح اروح تيبو. اوكي مع السلامه. طيب انا راح اروح. طيب مع السلامه. راح اروح تيبو واتعرف على اقدم رياضه في العالم عشان هذا واجب للمدرسه. ها؟ اللي راح يوصل لأقدم رياضة راح يفوز بمئة نقطة. ها؟ أنا قلت لماما وهي قالت لي خلي بابا يوديك عشان بتغسل الصحون. ممكن لو سمحت توديني تيبو؟ ها؟ شكراً، نتقابل الساعة 7. فرحان إننا حنروح تيبو. أعتقد إحنا في مشكلة كبيرة. تعبت قوي، احنا مش هنوصل بقى. احنا تونا طالعين من البيت. كويس قربنا. المشكلة ان السيارة لساتها في الصيانة وبالطريقة هذه ما رح نوصل تيبو ابدا. وانتوا بقى رايحين على فين يا شباب؟ نتفسح. نتفسح ايش بس يا عمو؟ احنا رايحين تيبو، ومدينة تيبو هذه موجودة في شمال المدينة. انتوا كمان رايحين تيبو؟ شوف الحظ واحنا كمان رايحين. اتمنى لكم رحلة سعيدة يا شباب، يا دوب توصلوا بعد سنة. يا بابا احنا كده فعلا ما رح نوصل قبل سنة، واصلا مو عارفين كيف رح نوصل. استنوا، انا بقى ممكن اوديكم على تيبو مقابل كرتونة بسكوت واحدة بس. وانت تعرف تيبو من فين يا رستم؟ اوه
رحتها بالعجلة في شبابي عشان كنت محتاجة تنور شوية. ها، وعلى كده تنورت؟ خالص. رح نعطيك كرتونة بسكوت، بس محتاجينك تورينا كيف نروح تيبو. هتمشوا من هنا، هتلاقوا تيبو قدام، بعد سنة مشي بالظبط تقوموا داخلين يمين. رستم بهزر بهزر. لازم تلاقوا عجلة قبل أي حاجة، ماشي؟ إيش هذا يا رستم؟ هذه دراجة هادي؟ دي ممتعة جداً ومش متعبة فعلاً خالص ومريحة على الآخر. صار لنا 8 ساعات ماشيين، يا ترى إحنا وين؟ رجعتوا بسرعة جداً. ماما؟ إحنا قاعدين نلف حوالين نفسنا. تقريباً ما كانش المفروض ألف من الملف الأخير ده. أوه، طيب أنا عندي طريقة نروح فيها تيبو. فلفيلو جيب الخريطة واعطوني قلم أحمر حالاً وتعالوا. شوفوا، عارفين لما في الأفلام بيقوموا رسمين خط أحمر كده وبعد ما يلفوا كتير في الآخر يوصلوا للهدف؟ وإحنا هنبدأ من بولتفول ونمر من هنا وهنا 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 وفي الآخر نوصل تيبو. أنت بتقول أي كلام على فكرة يا درغام، وأنا مش مصدق الكلام ده. أوه، إيش يا رستم باشا؟ كنت بتقول شيء؟ أنا مش مصدق، إحنا في تيبو. وصلنا تيبو، كيف رح نلقى الحين أقدم رياضة في العالم؟ لا تقلقوا، ما رح نلاقيها، هي اللي حتلاقينا، صدقوني بيصير كده في الأفلام. أنت يا فيل، أراك في الخارج بعد دقيقتين ولتكن بمفردك. هو بيقول لي أنا؟ بس أنا مش فاهم هو ليه قال لي يا فيل، أكيد كان قصده على حد تاني. أوه، إيه الشطارة دي؟ لن نترككم تعرفون أقدم رياضة، قرصان هو من خطط لكل هذا. رأسي. أسرع يا طمان، يلا نهرب. أنت جامد قوي، الحركة دي حلوة. يا فلافيلو، أنت لقيت أقدم رياضة في العالم؟ أنتوا بقى يلي بتدوروا على أقدم رياضة بالعالم؟ يلا تعوري لنشوف. طيب بص بقى يا جدو، احنا جينا عشان نعرف معلومات عن اقدم رياضة موجودة في العالم، وانت اللي هتعرفنا عليها علشان لازم اخد المية نقطة كلهم. انتوا جايين مشان نفس السبب؟ ها درغام، فلافيلو، انتوا وصلتوا هنا ازاي؟ فعلنا كل ما بوسعنا لايقافهم ولم نستطع. ما في حدا بيتعلم كل شيء بسهولة، الكل لازم يمرق بالامتحان. اختبار ايش؟ طالما انتوا الاثنين جايين وبتكون تعرفوا اقدم رياضة، يبقى لازم نعمل لكم بالاول امتحانات. هو ليش يعني يتكلم بهذا الشكل؟ ولا يمكن هذه طريقة الحكماء؟ ما عرفش يا درغام، ما تسألنيش، انا حاعد شوية عشان تعب. هلأ انا طالب منكم انكم تهدوا، بس صفوا ذهنكم وفضوا عقولكم تماماً، لأنه أنا بقدر أقرأ اللي جوا عقولكم، واللي عقله بيفكر أنا بعرفه، ولما أعرفه بدي رسبه. يعني لازم أفضي عقلي تماماً؟ خليك واثق يا ليث، وإياك تقلق، لا تفكر في أي شيء، وتعلم من عمك فلافيلو إزاي تفضي عقلك كله. أيوة، دايماً فاضي. بدي إياكم تبلشوا فوراً. شايف بسس بتنط، دواليب بترقص، سمك بشوارب، ماني قادر. شايف فردة قزمة، تفاحة متاكلة كلها وفاكهة جميلة قوي، كلب البحر، ودي تفاحة كاملة، زبادي فواكه. وهلأ بدي اياكم تحسوا انكم بالفضاء. الفضاء الفضاء. ألف مبروك يا شباب، انتوا فعلا قدرتوا تنجحوا انكم ما تفكروا. يعني مين كسب؟ هلا انتوا الاثنين متعادلين، يلا على الامتحان اللي بعده. زبادي خلاط. يا ترى انتوا سامعين المي وصوت الريح وزقزقة العصافير؟ كل هدول عم بيحكوا معكم، لازم تتعلموا تسمعوا كويس. وهي الرياح دي بتتكلم؟ لازم تتعلم تسمع قبل ما تبتدي تحكي، لازم تسمعوا لنفسكم. وهلأ رايح اتخبى، واللي بده يلاقيني بده ياخد هالجايزة. ياه، هادي طلع مكتوب عليها أقدم رياضة في العالم.
ده آخر امتحان؟ آه، بس بدأ يلحقكم تنين جوعان كتير كتير، إله أسبوعين ما أكل ولا شي. هيك الجائزة بتكون من نصيب هالولد لأنه سمع صوت ضميره وأنقذك. ايه تفضل. ها؟ عشاني؟ ها؟ ازاي؟ أنا اللي غلبته. دي جائزتي، هات الجائزة، دي من حقي أنا لوحدي. بس أنت بتحكي كتير، لازم تفكر أكتر من هيك. أنا متشكر جدا. التفكير؟ بس أنا كنت بدور على أقدم رياضة في العالم. لما تكون في رحلتك وبتدور على شيء معين احتمال إنك ما تلاقيه، بس الشيء المؤكد إنك بتلاقي نفسك بتتعلم شغلات مهمة ويمكن تكون أهم بكتير من الشغلة اللي كنت بتدور عليها. وهذا بالضبط اللي صار هلأ، أخذت قرارك بعيد عن المسابقة، واللي فرق معك بس إنك تنقذ رفيقك وهيك تبقى أنت الفايز الحقيقي. ألف مبروك يا ابني، ألف مبروك، عن جد بتستاهلها. عرفت إيش هي أقدم رياضة بالعالم؟ طمني بسرعة. لا ما عرفت، بس تعلمت إني أفكر بطريقة صح، وهذا بالنسبة لي أهم. إيش دا؟ أنت صرت تتكلم بغرابة زي جدو الحكيم؟ المهم يلا نروح من هنا يا جماعة عشان مليت. زبادي بالفاكهة طعمه حلو. رزان شوفي كده، ايش رايك فيه، حلو ولا لا؟ مره حلو، بس ماني مرتحت له ابدا، حجرب الباقي بالمره. شوفي هذا شكله مره قديم، هذا واسع مره ومو سني، هذا مريح. انا ماني فستان يا مدام، انا راكون، انتبهي. اي 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 وخر عني. تمام خلاص، انا هاخذ اول واحد. ابغى الحق اجهز نفسي عشان اروح لصديقتي بكره، بس ما في وقت. كويس اني لقيت فستان مضبوط. رستم باشا؟ ايش يا رستم باشا اللي بتسويه عندك؟ اهجد شوية، انتبه عشان فستاني الجديد ما يخرب ارجوك. معلش بقى، الضرورة ليها احكام والفرفشة تحب الطرطشة، وانا بضعف قوي قدام الانبساط يا عنود. ما تنسيش ان انا هوهو في الاخر برضو. اهجد اقول لك. يوه ايش ده؟ طالع يا رستم باشا كده، ايش اللي هناك هذا؟ شوف شوف شوف، جيب اللي هناك يلا. يلا يا رزان يلا، ورانا اشياء مره كثيره. ظهري انكسر خلاص، حكوي الفستان الجديد بكره، ما في مشكله اسيبه للصباح. الدراع بتاعي مش شغال خالص يا درغاب. فلافيلو انت بتدوس على كيس الفستق، هذا مو يد، ركز. طب لو ده كيس الفستق زي ما بتقول، امال انا من شويه اكلت ايه؟ درغام احنا رايحين الصالون بسرعه، شوف حطيت هناك الملابس، انتبه على فستاني عشان ما يتكرمش او يصير له اي شيء. الفستان هذا تعبت لين ما كويته. يلا يا رزان. يا ماما من فضلك، انا ما خلصت المكيت حقي، فممكن يعني ما اروح معاك؟ لا ما ينفع طبعا، سوي المكيت حقك هذا بعدين. يلا يا بابا قربت تفوز. خلاص انا هاخذ العلم هذا، أنا البطل،
أنا الأفضل دايماً. لا ترى منافسك هو اللي ضعيف. أوه الدراع اللي كلته عطشني يا درغام، عندك حاجة بلق بلق؟ أنت انتبهت على عصير التوت اللي على الطاولة وأنت بتسأل السؤال؟ أنا عارف نيتك كويس يا فلافيلو. أنا كنت مخليه لي يا بابا. ليك انت كيف يعني؟ انا اللي هاخده. ها انا قلت اني عطشان الاول، العصير ما كانش في دماغكم اصلا. يلا نشوف مين الاقوى هياخده. ايش ده؟ دمرنا الفستان اللي كانت حتلبسه العنود اليوم. يا ترى ايش حتسوي؟ ليش هتصرف؟ شفت الموضوع ده في حتة قبل كده. هبدأ الأول بالشاي. يلا نبخ الشاي. يلا بينا نجرب. فلافيلو استنى. شوكولاتة، مايونيز، قهوة، نكيلة وطينة. فلافيلو حرام عليك. حنا كده ضعنا. لازم نواجه البقعة الصعبة دي فيس تو فيس يا درغام يا صديقي. بيطلعوا البقعة كده في الإعلانات في التلفزيون. انت ايش بتقول يا فلافيلو؟ البقعة هذه ما حتطلع، المفروض بيحطوا بعد كده مسحوق غسيل قوي. استنوا حتبهدلوا الفستان على الأخير، احنا نوديه مغسلة تنظفه. ليث فعلا عنده حق يا درغام، خلينا نطلق عليه مية كده يمكن ينضف لوحده، ما جاتش على شوية مية. يلا يا أولاد يلا نحل الموضوع قبل العنود ما تيجي وتسوي لنا مشكلة. مغلق لأننا طفشنا، روح شوف محل تاني، حنا خلاص حنبيع فاصوليا. بيقول إيش هذا؟ أنا مو فاهم. إيش حنسوي؟ كده حنا ضعنا. نشتري منه فاصوليا وخلاص. ممكن نطلب مساعدة الدكتور أبو العنان يا بابا. كفو يا ليث، كل الأفكار كويسة طالعة منك اليوم. هو أصلاً ما عندوش غير الفكرتين دول يا درغام، يا إما نروح للدكتور أبو العنين يا إما ما نروحش للدكتور. إيه الجديد يعني اللي بيقوله ابنك؟ هتخلي الواد ياخد مقلب في نفسه. مساء الخير يا دكتور. إيه ده بقى، اختراع جديد ها؟ ما تركزش معاه. ما لحقتش أبصله أصلاً. كويس إن مجمعوه على البرنامج العظيم ده. ايه يا دكتور ده؟ ايه الآلة الفوق تكنولوجية وتحت الفضائية دي؟ اديني فرصتي أرجوك أجربها بليز. لا فلافيلو دقيقة واحدة، استنى لو سمحت يا دكتور. حنا ملينا فستان العنود بقع بالشكل اللي قدامك ومو عارفين ننظفه نهائي، ممكن تساعدنا من فضلك؟ جربت مزيل البقع بتاعي؟ ما جربنا. هجيب لك عينة تجربها من عندي. ها مزيل البقع، خرج البقع دي حالا، يلا في اسرع وقت. ها وين المرجان التنظيف؟ ممكن الصغير ده لما يبيض ويفقس اخد ابنه اربيه؟ يا ابني ده انسان آلي، هيبيض ازاي؟ فكر وفكر ليه وانت موجود، هو كل حاجه عليا. شوفوا البقعه بتختفي. اهلين انا بقعه. دكتور ابو العنان ايش سويت في الفستان؟ بجد ما شفتش يا ليث؟ خرج البقعة لوحدها. يا ليث بلاش تركز مع اختراعاتي وحاول تأقلم مشاكلك معاها وخلاص، دي نصيحتي ليك. انت يا اللي طلعتني لبرا؟ شو اسم حضرتك؟ انا درغام، وهذا ليث، وهذا فلافيلو، واللي لابسته هذا يكون فستان العنود، ويا ليت ترجعيه حالا. اسفة بس شكله كتير حلو علي. يلا ناخد البقعة ونرجع البيت بسرعة، العنود هتعمل مشكلة لو روحت وما لقيتش الفستان. عندك حق يا فلافيلو، يلا بلا هرجة معاها. كنت بومبستك النهاردة يا دكتور، بنقدم لحضرتك جائزة أذكى مخترع في الكوكب، اتفضل يلا. دي سلة القمامة بتاعتك. يا راجل حد يقول لي الهدية لأ؟ خدها ما تتكسفش، مش عارف أنت مكسوف ليه. واضح ان اكو شيء غريب شوي، خشمي يشم روائح خايسه. تقريبا الريحه دي من البقعه، ايه رايك تدخلي تاخدي دوش؟ عن جد انت كتير مهضوم، مشكلتك بتاكل الجويستيكس. لما اجي لالعب معك المره الجايه رح اجيب معي كم جويستيكس بير. اصلا ما بزعل بقوع جديا. بقعه حنا كده صرنا اصحاب، يا ليت العنود ورزان يهتموا بالاشياء اللي نحبها زي كده ويجوا يلعبوا معانا العابنا. كويس انك هتقعدي معانا، اسفرت وانورت يا هلا. لا 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 الاعلانات بدات خلاص. انت ما كنت مركز مع المسلسل كده يا عم فلافيلو. لو سمحت. مزيل البقع بالتركيبه الفوريه الجديده، عدو البقع وصديق العائله للابد. شاي، شوكولاته، مايونيز، قهوه، عشب وطين، كل البقع الممكنه. حلوا مشكله البقع من الجذور. بس انتوا طلعتوا ما بدكم يعني بنوب اصلا يا درغام؟ طبعا لا مو كده. قولوا الحقيقه، بدكم تنظفوا كل البقع من تيابكم صح؟ ساعات بسيب البقع اللي في شنبي عادي. ارجوكي لا تفكري كده. ايوه البقع بشكل عام تتنظف، بس انت مختلفه عن اي بقعه ثانيه. تتنظف يا ليس، واضح انه انتوا هيك بتكرهوا اخواتي. انا حورجيكم وحورجي الدنيا كلها هالبقعه هاي شو رح تعمل. استني دقيقه. على الاقل الريحه الوحشه هترحمنا اخيرا. الريحه الوحشه دي جايه مني انا. بسرعه لازم نوقف بقعه في اسرع وقت. فستان ماما لساته معاها. هاي بحب اجري ورا البقعه. اطلع ورا البقعه اللي هناك. مفيش وقت للكلام، اطلع اجري وكانك باتيناج.
انزل يا أخي. يا سيدي عود إلى بيتك سريعاً، الوضع سيء هنا. استنى أنا أبغى أفهم، البقعة هذه تعتبر صديقتنا. صديقتكم هذه تدمر المدينة يا شباب، كما أنها تمسك بالأستاذ ولا تريد تركه. رستم إيش بتسوي هنا؟ برغام الحقوني لو سمحتم. لما شفتها طينة كنت عايز ألعب وجريت عليها وأنا فرحان، خدتني رهينة. شوف أستاذ، هذه بقعة شخصية كويسة، اسمح لنا نتكلم معاها ونقنعها، أرجوك ما تأذيها أبداً. اتركنا نتابع عملنا يا أستاذ، ولعلمك أنا في بيتي أقوم بغسل الملابس وخبير في إزالة البقع، لا تقلق. بابا إيش اللي بيصير هنا ده؟ فستاني ضرغام. ترى فستاني كان عليه بقعة صغيرة، ولما حاولنا ننظفها الموضوع انقلب ضدنا ومو عارفين نتحكم فيه نهائي. استني بس نشوف ايش حيصير دحين. انا صراحة ماني مصدقتك يا ضرغام، بس العيب علي انا اللي سبته في امانتك يا فندم. بترش موية بس على البقعة ما حتطلع كده نهائي. استنوا دقيقة، حطوا الصابون العربي، هذا حيصطفل مع البقعة هذه واكيد حيفتتها من مكانها. لا أرجوكي ما تعمليش كده في صديقتنا يا عنود، سيبينا نتكلم مع البقعة دي وهنقنعها وهنشتري دراع جديد بدل الدراع اللي كلته. لا تتدخلوا في عملي من فضلكم، سأني هذا الموضوع. ممكن تنزليني عشان أمشي عادي؟ ضرغام أنا فاهمة كويس إن البقعة هذه صارت صديقتكم خلاص، بس حنا كده دخلنا طريق ما له رجوع نهائي. خطفت رستم باشا ودمرت المدينة كلها، لازم فوراً تحلوا الموقف اللي بدأتوه وتتحملوا المسؤولية. خذوا الصابون العربي هذا ورغوف قلبها عشان تتفتت. أسوي كده في صديقتنا؟ ما في اختيار تاني يا ضرغام، أنا آسفة جداً. أنا ما حدا بيحبني أبداً. ما تزعليش نفسك كده، اتعاملي عادي ولا يهمك. طب ما أنا كمان وحيد وماليش حد خالص. مقهورة. يا بقع كلنا أصحاب. ماذا تريدين تاني بقى؟ ما حدا بيحبني. هدول هناك. ها؟ هادي كبرت مرة، نرجع ولا إيش يا بابا؟ لا، لازم ننهي الأمر هذا. بس يا ترى فين حنلاقي قلبها؟ تعالوا رايا. مش ممكن، مش شايف نهائي، عيني بقت كلها طينة. افتح عيونك يا فلافيلو. ايوه صح كده. لقيت الشوكولاتة اللي كنت حطيتها عليها. فلافيلو ما تاكلها، كلها ميكروبات. ميكروباس ايه؟ انتوا ما تعرفوش ولا ايه؟ انا فلافيلو الخطيرو. ايش ده يا ترى؟ حنا ايش بنسوي؟ بنحاول ندمر صديقاتنا الجميلة الطيبة؟ مستحيل مستحيل مهما صار. شيلانا في قلبها طول الوقت هذا كله يا جماعة، يلا نرجع حالا. واو، مين الفيل الوسيم قوي ده؟ اوه ده يستاهل ديفيلي بجد. ضرغام ومعك ليس وفلافيلو، شو عم تعملوا جوا؟ ايه احنا بنعمل ايه؟ اكيد ما كناش هنستخدم ازازة الصابون العربي دي عليك. يعني هو احنا هنعمل كده ليه؟ ملوش علاقة خالص، ما تبصليش كده. جيب القارورة هذه، ايش قاعد تسوي؟ بقعة راح أقول لك الصراحة، عشان أنتي صاحبتنا أرسلونا هنا عشان ننظفك، بس إحنا ما قدرنا. أنتي صديقتنا، إياك تخافي مننا أبداً. نظفوني عن جد؟ ما في فرق بينكن وبينهم أبداً، كلكن ما بتحبوني. لا طبعاً مو صحيح. ما تكذب يا ليس لو سمحت. حابلعكن بلقمة واحدة أنتو ثلاثة. الوداع خلاص. لا استني. رستم ايش سويت يا رستم؟ اسف يا ضرغام انا ما عصبتش، بس دي كانت هتبلعكم يا صحابي. ما كانش عندي حل تاني غير ان استخدم الصابون العربي اللي هيفتتها. الفستان ده استحمل كتير فوق خيوطه والوانه، رجع لحالته. مبروك على العنود هانم. ليش كده؟ ليش كده يا بقعة؟ رستم باشا انقذتنا يا صديقي، عشان كده تستحق جدا نص الويفر، بس انا مش هديك. أنا زعلان مرة يا العنود. وأنا كمان. يلا تفضلي، فستانك معاك. كان حيصير لي شيء لو الفستان كان خرب يا ضرغام. إيوه بس صاحبتنا تفتتت، أنتي خليتينا تخلينا عنها وضحينا بها عشانك. أنا حزين مرة. أنا حقيقي مرة زعلان عليها. إيه بقى؟ هنعمل إيه في المكان الجميل ده اللي كله طينة؟
احنا ممكن نخليه كده ونلعب فيه، وبالنسبة لي ده مكان فوق الممتاز، ممكن ألعب فيه طول حياتي براحتي. ما تقلقوش خالص، ما تقلقوش خالص، عندي حل هيبسط الجميع من قلبهم. فاكرين الجهاز اللي جمعت بيه الماكيت بتاعي؟ اسمك جهاز الفول فول فول الكتروبوتيك المذهل اللي شفناه ده؟ بصراحة أصلا أنا مش مسميه. فلافيلو انت اكلت طينة ولا ايه؟ ايوان، اصل انا كنت مخبيها عشان تبقى ذكرى. بقعة! بقعة! انا فرحان اني شفتك تاني. ابغى اعرف انت ايش سويت بالضبط. ما تقلقوا، ما رح اعمل شي لحدا. الارض الى ادان يا جماعة، والطين سمعكن يا درغام يا رفيقي الطيب. انا اسفة كنت حدمركن، اوعكن تنسوني يا احلى رفقات. يا ليس وفلافيلو وضرغام، آسفة إني حاولت إذيكم بوقت من الأوقات. وحنا آسفين يا بقعة، اسموحة منك. وهلأ لو تسمحوا لي أنا رح أمشي، لقيت فندق حلو كتير وكتير واسع قدام المستنقع، حابة أطلع إجازة طويلة. سلام. مستنقع؟ استني. استنيني يا بقعة، أنا كمان جاي. ارموني في الطينة معاها. حموني في الطينة. يا للروعة يا للهول يا للطينة. شوفوا بقى يا حبايبنا، زي ما انتوا عارفين ان النهاردة مدرستنا الجميلة بتحتفل معاكوا بعيد الأب، وعشان كده احنا النهاردة دعينا أبهاتكم علشان يشاركونا. يلا بينا نتعرف على الأبهات. اتفضل حضرتك، هنبدأ بيك. أهلا يا ولاد، أنا اسمي برهان، أنا أبو عدن، بشتغل مغني مبدع جدا وبعشق كمان. يا ليلي يا عيني، يا ليلي يا انت بتعمل ايه؟ اسف يا بنتي، اصلي اندمجت شوية. شت فلافيلو، انت ايش اللي بتسويه هنا؟ ايه انت نسيت ولا ايه؟ انا بشتغل هنا عامل نظافة. لا ما نسيت، بس ايش اللي موقفك هنا؟ يلا روح بسرعة مسح الممر. مستحيل، شايف الولد الشقي اللي هناك؟ انا عارف حركاته، بيعمل نفسه ما بيرميش حاجة، بس انا شايفه. يا ابني ما ترميش حاجة، ده لسه غالبني في ماتش الباسكت واحنا في الفسحة، ودلوقتي بيعمل تمرين بالزبالة عشان ماتش العودة، بس مش هيقدر عليا. شكرا يا برهان بيه، كفاية كده، ودلوقتي جه وقت نتعرف على نمر بيه، بابا صاحبكم اللي بتحبه دينيز. ايه هذا ابوي؟ شايكو هذا ابوي. انا اسمي نمر، اشتغل ممثل، بس هم أكتب وألف موسيقى، وبعد عندي كافيه. باختصار جدي فاهم بكل شغلة شوي. باباك رائع جداً، يفعل كل شيء. إيه طبعاً يبا، سولف لهم على المرة اللي أنقذت فيها عائلة البقر اللي كانوا بيموتون. يا يبا ليش تبالغ وايد، أنا بس أنقذت 12 بقرة كانت شب فيهم النار في حريقة كبيرة صارت يمنا، وإيدي كانت مكسورة، بس هم هذا ما فرق وياي بشي. بعد لا، بعد ما قلت لكم أنا انقصت ريال المطاف اللي انحبس بالحريق. يا سلام. إيه أنا أحياناً أصير بطل، وهذه شغلة بجيناتي. أنا فعلاً مبسوط جداً إن بطل زيك شرفنا النهاردة، ودلوقتي إحنا هنتعرف على درغام بيه ويبقى بابا صاحبكم ليس. جا دوري، أنا جاي دالحين. يا حرام، هذا مبين عليه وايد مسكين. من فضلك عزيزتي، ممكن شوية ملح؟ اتفضل يا عزيزي. ها قل لي يا لي، كيف احتفلتوا بعيد الأب في المدرسة ولا تخبي علي؟ كان كويس، تقريبا كويس. طيب كويس. انتوا سمعتوا عن معسكر الآباء والأبناء اللي حيسووه آخر هذا الأسبوع؟ ها؟ لا أنا ما سمعت عن شيء زي كده، شيء مرة غريب. هذه مرة حلوة، رح نتزحلق بالسطل في الثلج. مرة حلوة. إيش؟ ما رح تزحلق بالجردل. أنا مرة مبسوطة يا ضرغام إنكم رح تقضوا وقت مع بعض. يا حرام، هذا مبين عليه وايد مسكين. أنا إيه اللي طلعني هنا دلوقتي؟ عندهم بقلاوة على كل حتة.
ليش جيت؟ اليوم معسكر للآباء والأبناء بس. ما تنساش يا درغام إن أنا بشتغل في المدرسة دي. إيش تشتغل؟ أنا المسؤول عن سلامة الأولاد. ممكن لا تألف؟ تمام خلاص هقولك على الحقيقة. أصلا أنا دخلت زي ما تقول في تحدي مع الولد الصغير الشقي ده، هنتزحلق بالطشت على التلج واللي هيخسر يعزم التاني على ساندويتش سكو. أصدقائي الحلوين أهلا بيكم، إحنا هنحتاج حطب كتير علشان ننور بيه المعسكر بالليل. إيه رأيكم نحاول تجميع الحطب لمسابقة صغنونة؟ وهتبقى فرصة علشان نتعرف على بعض كويس. أكيد جاهزين، المسابقات هذه لعبتي. تمام، يبقى أكتر أب وابن هيجمعوا حطب هم اللي هيكسبوا المسابقة بتاعتنا. يبا يبا لازم نفوز عليهم. حاضر يا ابني، أكيد رح تفوز. قوة الفاس. ترغم بيه؟ ده مش فاس فعلا؟ مو فاس. طيب فين الفاس؟ احنا انتهينا، انا خلاص ضحت. لمينا هدول كمان. وانت لميت ايه يا درغم بي؟ انا ما عندي غير نص ايد الفاس بس، لانها انكسرت وانا اقطع الحطب. كويس. ها ايش رايكم؟ هالحطب بيكفيكم؟ جبت الحطب هذا كله من فين؟ الغابة هذه ما فيها شجر كثير. قول لي بس وين الحطب اللي انتم جمعينه؟ الفاس كان اي كلام وانكسر خلاص. قولوا لي بقى يا ابهات، حد فيكم عنده قصة مرعبة ممكن يحكيها لنا؟ انا 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 اتفضل يا درغم بيه. كان يا مكان، كان في مجموعة من الآباء واولادهم كانوا مخيمين في منطقة. الحقوا وراكم وحش الثلج. الحقونا، هيكلنا كلنا. بسرعة يا بابا، لازم نستخبى. تمام. انا رجل الثلج، احد يلحقني اتوخر، انا حتخبى هنا. وقف، أنا ما يهمني أحد أبد. أقول عاد أنت لو ما مشيت من هني أنا راح أنهيك حالاً. يعني مو هامك؟ أنا سويت اللي علي وحذرتك. امشي من هني، ما بشوفك مرة ثانية. هو الوحش مشي. وين راح هذا بس؟ حميد، وينك فيه؟ يا حميد أنا هنا. لا أنا، ما تخافش. يبا أنت ليش تسوي كذي؟ خفت عليك حيل. حقك علي، بس أصلي أنت حدفتني بحطبة كبيرة قد في دماغي بالضبط. حقك علي، أنا تقمصت الدور شوي. المهم أنت رحت دفعت ثمن الحطب اللي جبناه من السيارة؟ لا ما دفعتش، نسيت. خلاص مو مهم، ندفعهم بعدين. أنا برد للشباب وبعدين بحاجيك بالموضوع. تمام يا رئيس، أنا هنملي شوية بقى. اسمعوا يا حلوين، احنا كلنا هنلم الزبالة سوا علشان الدنيا تبقى نظيفة، وبعدين هنبدأ على طول. يلا بينا. الوحشة راح ولا لسه؟ مشى طبعا، وانا اللي مشيته. انت جبان حيل يا درغام. وحش الثلج. جنيت ولا شنو؟ شو اللي صار؟ كله على الاتوبيس، اجروا بسرعه. انسوا الاتوبيس، كل واحد يحاول يستخبى او يهرب دلوقتي، بس واحده. وبعدين عاد حميد، ايش فيك؟ شو اللي تبي توصله باللي قاعد تسويه؟ ها؟ انت ليش مصدق حالك كذي؟ ليش؟ شيل الماسك هذا، يلا شيله.
تصدقني، ده مش أنا، ده وحش بجد. ها؟ شلون؟ الحقوني! أحد يلحق علي بسرعة! يبا، وين رايح يبا؟ أنت ناسي إنك بطل ولا شنو؟ بلا بطولة بلا شيء، حاشي! جاهز تخسر يا صغنن؟ هكسبك! يلا حعد من واحد لثلاثة، فاهم ولا حتتعبني؟ فاهم، عد! واحد! اتنين! يلا باي باي! هاي! أنت بتغش! ماشي، مش هلعب معاك تاني! إيه! يلا نهرب يا ابني، اركض بسرعة! اهرب انت يا بابا، لكن انا لا. ايش قصدك يعني؟ ما في شيء. كيف يعني ما في شيء؟ كل الاباء اللي حولنا اقوياء وبيسووا اشياء مرة حلوة عشان يفرحوا اولادهم، يا ليتك تسوي زيهم اشياء مرة حلوة عشان تفرحني، فهمني. بابا بابا درغام، انا قربت اوصل. قصده ان انا يعني اب مقوي. طيب انا حوريك يا ليث. تعال هنا يا فلافيلو، وخروا من قدامي عشان البطل جاي في الطريق. ايوه احنا الابطال. اهلا درغام. اهلا يا فلافيلو، امسك الحبل. الابطال جايين. بابا درغام كده هنا، استعد عشان نقفز. انا بجد بهنيك يا درغام بي، انت طلعت بطل بجد، مش بتحاول تبين انك بطل وقاعد تكذب علينا زي البي ده. انا متضايقة منك، انت احرجتني قدام ربعي. بابا كنت ابغى اتاسف لك على الكلام اللي قلته. مو مهم يا ابني يا حبيبي، المهم انك قلت كل الكلام اللي انت حاسس فيه، لا تخبي عني اي شيء ابدا. قل لي وانا اسوي اللي اقدر عليه يا ليث. انت كده طلعت بطل حقيقي يا بابا. انتوا كنتوا رائعين يا درغام بي، كلنا شفناك، وفي النهايه انا بصدق عيني. يلا نرقص، يلا نرقص، يلا نرقص. انت كده هتتعبني معاك يا بابا. انا تأثرت قوي بشكل حعيط، انا بجد اسف اني ضحكت عليك يا ابني. انت بتعترف؟ بعترف، بس انت برضو خسرت. تعليق 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 تعليق. أهلين، يا ريت تتابعوني، أنا مثل ما بتعرفوا سوبر هيرو. مرحبا يا معلم، زدت القشرة بالصندوق حتى ما حدا يتعس عليا ويوقع على الأرض وينصاب. بتشكرك كتير، أنا ملك التعليقات. شكرا شكرا. تعليقه أنقذ العالم. بيب بيب. ومثل ما أنتوا بتعرفوا أني أنا بعمل هيك مشان يعم السلام والهدوء بكل أنحاء العالم، بس للأسف هالمرة أنا عن جد رح أتقاعد. عن جد؟ خلاص رح أتقاعد. يتقاعد. والقميص تبعي كمان رح يتقاعد معي. بس أنا عندي أخبار سعيدة إلكن. أخبار سعيدة. اليوم الساعة 5 المساء رح أعمل مسابقة صغيرة بقلب المدينة، والربحان رح يفوز بالقميص الأحمر الأسطوري تبعي. ناطركم كلكن. تم تصوير الفيديو في منطقة مغلقة ولم يتضرر أي ثور أو قميص، قد يتطلب القميص كيا. فلافيلو تكفى، سمعت اللي أنا سمعته؟ ملك التعليقات المدهش. ها؟ دقيقة واحدة، مين هذا؟ ده هيدي القميص بتاعه هدية. حنا لازم نفوز بالقميص هذا، هذا القميص الأسطوري حق السوبر هيرو ملك التعليقات. بابا مين يكون يعني الشخص هذا؟ أنت لسه بزر يا ابني، هذا كان سوبر هيرو زمان. أنا متحمس، يلا بسرعة يا فلافيلو، إحنا لازم نروح نقابله. يلا لحظة واحدة يا درغام، لازم أكتب كل حاجة في النوتة. ها؟ ليش بتسجل في مذكرة؟ إيش السبب؟ أيوة دي تعليمات الدكتور، قال لي لازم أكتب my feelings واللي بحس فيه في النوتة دي بالحرف. الدكتور؟ دكتور إيش يا فلافيلو؟ قصدي دكتور التغذية. ويلا بينا دلوقتي، لازم نكسب القميص ده. أنا قلبي مو مطمن هذه المرة كمان. أهلين
أهلين فيكم أعزائي المشاركين. المسابقة ببساطة، أي اثنين رح يقدروا يقلدوني أنا والدور تبعي ويقنعوني بالتقليد رح يفوزوا بالمسابقة ويربحوا قميصي الأحمر الحلو. سمعت اللي قاله؟ ها في ها انت بتعمل ايه يا درغام؟ انا كده ها انا ملك التعليقات وانت التور يا فلافيلو، طير بسرعة. انا مش بعرف اطير، انزل بقولك. انا ادري انك ما بتطير، افهمني شوية، ابغاك تنط بقوة لفوق مرة وبكده ممكن نفوز في المسابقة هذه بسهولة. انا ممكن اعمل اي حاجة عشان اكسب القميص الاحمر ده، اجهز للطيران. تعليق تعليق تعليق. الهيئة في اثنين ربحوا، يلا خدوا القميص. وهيك بتكون المسابقة خلصت والكل يروح. أولي الأخو ما قال أي شيء. أولي أوه أنت تمام. فلافيلو فسخ القميص هذا. إيش معنى؟ ده قميصي، أنت شكلك نسيت، أنا اللي طرت في المسابقة. أنت طرت؟ أنا خليتك تطير. أنا اللي كنت شايلك. يعني عاجبك كده؟ محشورين سوا، كيف حنمشي دحين؟ وأنا أصلاً أعرف ملك التعليقات قبلك، هذا قميصي. بس أنا عايز ألبس القميص ده، سيب بقى كده. كده؟ جيبوا القميص. حرام، أنتوا أعز أصحاب من زمان، بس شوفوا دحين القميص هذا إيش سوى فيكم؟ أنا حعلق القميص هذا هنا وما حد حيلمسه. بس كده ما أحد حيقدر يلبس القميص. القميص لازم يتلبس زي ما السندويتش لازم يتاكل يا رزان. باك باك باك، شمم ريحة سندويتش شاورما فراخ على فكرة. أنا أختبئ منك منذ أسبوع تقريباً، ساعدوني. عندي لكم اقتراح يرضي جميع الأطراف، كل واحد فيكم أنتو حيشتري هدية للتاني، واللي حيشتري هدية أحسن وأجمل من التاني حياخد القميص، وبكده الكل حيكون مبسوط، واحد رح ياخد الهدية الأحسن والتاني حياخد القميص. كده تلخبطت يا رزان، ما تيجي نعمل قرعة أحسن. لا لا استنى، هادي فكرة ممتازة يا عم فلافيلو. لو انت جبت هدية احسن من هدية بابا هتاخد القميص ليك لحالك، وصداقتكم هتصير اقوى. لازم اجيب هدية احسن منك يا درغام واخد القميص ليا. انت صديقي يا درغام، بس القميص عاجبني فيري فيري ماتش يا صديقي. خلاص اتفقنا، الهدية الاحسن هي اللي تفوز. انا احسن واحد بيجيب هدايا اصلا. انت ما جبت لي اي هدية ابدا في عيد ميلادي. ولا انا. ولا انا. ولد امشي من هنا يلا. مو لاقي شيء يا ليث، مو لاقي. ها؟ على ايش قاعد تدور؟ قل لي. الهدية اللي هجيبها الفلافيلو، لازم اجيب هدية احسن منه عشان اخذ القميص. اجيب له نجفة. اوهوهو مساء الفيل، جبت لك هديتك خلاص يا درغام. ها؟ قل لي انت ايش جبت؟ انت عايزني اقول لك على الهدية فتروح انت تشتري احسن منها، انا هخبيها هنا. يا عم فلافيلو، ليش سبت المفتاح في باب الدولاب اللي حطيت فيه الهدية؟ أصل أنا دايماً بضيع المفاتيح يا لايف، بس لو سبته في الباب مش هيضيع مني أبداً. لازم أمشي دلوقتي، لازم أكتب في النوتة بتاعتي. درغام هيتفاجئ جدياً لما يشوف الهدية. ها ها؟ بابا أنت إيش قاعد بتسوي؟ مضطر أستخدم عقلي وأفكر المرة هذه، حشوف الهدية اللي جابها فلافيلو واروح اجيب احسن منها. بس يا بابا انت ما حتقدر تفتحها. صدق عندك حق، ما حقدر افتحها لحالي. تعال انت لازم تساعدني وتفتحها معايا. المفروض ان ما احد يفتح العلبة. طيب حنلعب جيم، وانت اختار اقوى فريق وانا حختار اضعف فريق. ماني عارف ايش اقول لك. يعني موافق، تعال معايا الحديقة عشان نفتح العلبة، يلا بسرعة. أتمنى يا بابا أنك تلاقي أي شيء يرمز لمعنى الصداقة الحقيقية جوا العلبة، أنت محتاجها فعلاً. خلاص كفاية كلام كله ألغاز، يلا أمسك قدامي العلبة كويس. اجري يا ليث. هادي طاحت على الأرض. بس الونش أخذها لفوق. اجري اجري. هذا اللي كان ناقص. كده كملت، حنا لازم ننزل. Thank you.
معقول اللي صار؟ العلبة خلاص ضاعت مننا. احنا فعلا سوينا كل اللي قدرنا عليه. طيب ايش حسوي دحين؟ ماني عارف. انا اخذت هدية فلافيلو من غير علمه وكمان ضيعتها. ما يهمني الهدية خلاص. انا خايف يزعل مني ويخاصمني. فلافيلو مرة حساس على الاخير. لازم نقول لفلافيلو الحقيقة يا بابا. وهو اكيد المذكرة. المذكرة. متأكد ان فلافيلو كتب ايش اشترى فيها. وانا لازم اعرف وبعدها اروح اشتري زيها وارجعها واكيد فلافيلو ما راح ينتبه وكأن ما في اي شيء صار. بابا مو صح نسوي كده ابدا. ما ينفع تقرا المذكرة هذه. ايوه انت عندك حق. هو خطه سيء مرة. انت حتقراها معايا. ما يصير نسوي كده. طيب حنبدا مباراة كرة القدم وانت فايز 5-0. ايش تبغى تاني؟ انا اقصد انا يعني خلاص اتفقنا. ايمكن ان تاخذوني معكم؟ بام 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 بابا وطي صوتك. عم فلافيلو كده ممكن يصحى. اتنين شاورما. سلم نفسك. مايونيز. كاتشب. المكان محاصر بالسندوتشات. هاتوا لي طبق سلطة. يلا بسرعة يا ليث. مو قادر ابدا. محشي. فين الكبدة؟ ها؟ ليث؟ مين انتو؟ بابا ايش؟ ما قدرت تعرف الهدية اللي جابها فلافيلو؟ بابا انت شايف شكلنا؟ صرنا عاملين زي اللصوص اللي خارجين في نص الليل. لا يا ابني خلاص اللي صار صار وحنا لازم نكمل. قل لي بسرعة وطمني ايش الهدية اللي اشتراها. ما قدرت اقرأ كل شيء. الدنيا ظلام. قول اللي قريته. اعتقد انه مكتوب شيء عن قميص احمر وما قريت الباقي. ايش؟ مكتوب قميص احمر؟ يعني هذا معناته شيء واحد بس ماله تاني. شوف يا درغام انا اشتريت لك قميص احمر زي التاني بالظبط. انت هتلبس واحد وانا هلبس التاني واحنا الاثنين نبقى لابسين زي بعض بالظبط. انت صديقي الصدوق. يا خبر من جد خسارة. انا ما استاهل صداقة فلافيلو ليا. كيف حقول له الحقيقة؟ خلاص انت بوظت كل حاجة بينا. انت ضيعت الصداقة. من هنا ورايح انت مش صديقي. لا تزعل يا بابا. انت قدامك الفرصة وممكن تروح تقول له على الحقيقة. ما هقدر اقول له الحقيقة. ما في غير حل واحد بس. الاقي قميص احمر تاني واحطه في العلبة وبكده فلافيلو ما حيعرف اي شيء صار. وحنا لازم نتحرك دحين. بس كيف كل محلات الملابس مقفلة في الوقت هذا؟ لازم ندور حتى لو جلسنا ندور إلين الصباح. ومهما صار أنا مو لازم أخسر صديقي أبدا. أبغى قميص أحمر مقاسه كبير مرة لو سمحت. فاهم؟ أنت محل رقم 26 اللي أدخله. من فضلك ساعدني. عندي لك قميص أحمر نفس طلبك. رح أجيبه لك. كويس كويس جيبه بسرعة. هذه آخر فرصة. يا ليث يا ابني اصحى. ها؟ أنا إيش اللي جابني هنا؟ اجري يا ليث اجري. لازم نلحق فلافيلو قبل ما يصحى. بابا خلاص جبنا له الهدية. بس إيش حنقوله على العلبة؟ مو مهم العلبة. خلاص ما في وقت. يعني ليش ما أخذنا السيارة معانا؟ إحنا فعلا أخذنا السيارة. طيب بس ليش بنجري؟ خلاص ما في مشكلة. حنقابل فلافيلو ونرجع للسيارة. هو انت وديتوا العلبة بتاعتي فين؟ الدولاب فاضي. وانا ايش دراني يا عم فلافيلو ما شفتها. انت دايما شاطرة وعارفة الاجابات. هدف المدرسة حنلاقيها. ها؟ فلافيلو؟ الهدية اللي جايبها ضاعت ومتهيألي اللي ضيعها درغام. هم بابا اعتقد ان هذا الوقت المناسب عشان تقول له الحقيقة. بس حقيقة ايش؟ الحقيقة؟ ايه اللي حصل يا ترى؟ هنقولك على كل شيء يا فلافيلو. مين اخذ العلبة بتاعتي؟ حد يتكلم. انا يا فلافيلو. درغام انت خدتها؟ هي اصلا هديتك من الاول. انا اسف جدا يا فلافيلو. يعني ما هخبي عليك. حقول الحقيقة. حقول على كل شيء. تراني سويت اشياء غلط كثير بسبب القميص هذا. يعني حاولت افتح العلبة اللي فيها الهدية. كنت ابغى اعرف ايش هي. يعني انت فتحت علبة الهدية؟ لا ما فتحتها لانها ضاعت مننا. بس لازم تصدقني حاولنا نرجعها وللأسف ما قدرنا. انا اسف عرفت غلطتي. ازاي يعني تعمل كده يا درغام؟ زعلتني جدا.
مستحيل أبقى صديقك، أنت كده خنت صداقتنا عشان قميص. يا فلافيلو ما قلت لك خلاص عرفت غلطتي؟ لا لسه يا درغام، خد النوتة دي واعرف أنا كاتب فيها إيه، وبعد ما تقراها بس هتعرف قد إيه ضايقتني بجد. ها؟ المذكرة؟ إيش كاتب؟ يا خسارة! إيش في يا بابا؟ أنت ما قريت كل الكلام يا ابني، قريت كلمة قميص أحمر بس وما كملت. قميص ملك التعليقات الأحمر مقاسه صغير بالنسبة لي وما كنتش هعرف ألبسه، أنا عايز درغام هو اللي ياخده، ده هيخليه سعيد ومبسوط، وعشان كده ما اشتريتلوش أي هدية. أساساً ما عنديش فلوس، كان نفسي ما ضيعش كل فلوسي على شاورما الفراخ واللحمة. يعني العلبة فاضية؟ عم فلافيلو هذا طيب ويحبك جداً يا بابا. العلبة فاضية بس عرفت ايش حسوي. فلافيلو انا جبت لك هدية. ابعد عني دلوقتي يا درغام. يا صديقي حنا اصدقاء من فترة طويلة مرة، عشنا مع بعض ايام حلوة كتير وايام مرة اكتر، مو قادر اتخيل حياتي ابدا من غير وجودك فيها. ايوة انا فعلا غلط، ما تتخيل هذا كمان كيف ضايقني وجرحني. انا مرة اسف يا صديقي. القميص الاحمر حياكل منك حتة، شكله شيك قوي، مبروك عليك. بس افتح الهدية أول، اتفضل. لا مش مصدق عينيا، القميص الأحمر اللي كنت عايزه، شايف ده على مقاسي كمان. ايوه يا فلافيلو، كده حنا الاثنين عندنا نفس القميص. أجمل قميص لبسته في حياتي. ايوه طبعا، وحنا الاثنين لابسين القميص.